فوريا العيان يستحمى ميه وصابون، يتغسل كويس بصلايه، وبعد كده نعمل له اللوكال وون كير حسب الضرب بتاعه. في عندنا حاجه اسمها الهابر تانك، اللي هي التانك اللي العيان بيتحط فيه، بتمليه بصلاين او بووتر، وبتحط عليه انتيسبتيك بيتعالج. ده حاجه كويسه للعروق، اولا ده اكسبنسيف. النقطه الثانيه الخطيره فيه اللي هي الكروس انفكشن، اللي المفروض العيان ده بيقعد فكل الاورجانيزم اللي موجوده فيه بتبقى موجوده، ما بتفضل ميه، ما بتبقاش التانك نفسه سترايل من جوه، فانت كده بتساعد على الكروس انفكشن. خلاص؟ الصوت ده احنا بنبعد عنه، لما الصوديوم اللي هي الصوت اللي كونتين الصوديوم. الصوت اللي كونتين الصوديوم؟ اه دي نبعد عنها. يعني لما يستخدم الصوت لازم يكون الهاي كونتين جليسرين. جليسرين بيعمل موشر وسوسه. موشر وسوسه. ماشي بقى. يعني في اي صابون قصدي نستخدمه. ماشي. الباكشر سيكنس وول ده قلنا عليه، بس ان احنا محتاجين اللوكال كير من بتاعه، ان انا عاوز حاجه اعمل بيها كلين وون وليها انتي ميكروبيال بروتكشن، وحاجه تساعدني على الانسبسيس. ده الفكره العامه بتاعتها. عندنا حاجات كتيره قوي بقى. في عندنا حاجات اللي هي الباستراسين، النيومايسين، البوليميكسين، اللي هي الحاجات الانتي بيرد. حاليا دلوقتي ريسنتلي الحاجات دي كلها يقول لك هاز نو رول ان تريتمنت. الجديد دلوقتي انها انت ما تستخدمش الحاجات دي في المانجمنت اوف، لان معظم الانتيبيوتيك دي لما بتتحط على حته كونتامينيتد بيبقى الفانكشن بتاعتها بتبقى افكتيف وممكن تبقى لوست تماما. خلاص؟ الحاجه الجديده دلوقتي اللي هي الحاجات الهيربال بيست. حاجات الهيربال بيست وبالذات الحاجات اللي بتحتوي على ماده اسمها بيتا سايت ستيرول. بيتا سايت ستيرول دي احسن حاجه تنشيت الديسابيزيشن وتنشيت الوند هيلينج. البيتا سايت ستيرول دي موجوده في كذا حاجه، منهم الميبو، الريبيتون، النولافير، في حاجات تركيبات كتيره جدا. عندنا السيلفر سلتادايزين. السيلفر سلتادايزين ده لما تقروا فيه ده يقول لك الجولد ستاندرد اوف تريتمنت اوف ووتر. وبالذات السكند. تمام؟ سوبر سايكلوزين 1% كريم. خلاص؟ ليه بقى؟ لانه ده ليه بوتنت انتي ميكروبيك بوتنت على الاستاف وعلى الاستريت. سيلفر عموما. خلاص؟ مشكلته ايه بقى؟ مشكلته ان هو بيعمل حاجه اسمها سودو اسكتش. يعمل لك لاير كده بيتهيألك منها ان ده ديب بيرد. فبيعمل لك ماسك البنتريشن. البنتريشن بتاعته للاسكار تيشو ضعيفه. وبالتالي استخداماته في الديب بير ما هياش كويسه، زي ما احنا زمان كان نمره واحد هو التلامزين او الدرمازين اللي هو السيلفر سلتادايزين. امتى تساعد على البنتريشن بتاعته؟ لو انت عملت سكاروبلس. لو انت فتحت الحتت اللي مفتوحه دي يخش فيها يساعد لك على السكاروبلس. هو الواحد برضه كان يعني يعرف زمان يعني ان ده هاي بنتريشن افكت الكروس الديسك تيشو. هو كان زمان يقول لك كده اكتر حاجه تعمل بنتريشن ديسك تيشو هو السيلفر سايد. بس الواحد لما قرا كده لكن هو اللي هو ويك بنتريشن افكت. ملوش في حاجات ثانيه ليها طبعا. فكده لما تيجي تستخدمه في الاسكر يبقى اكيد انت ان هو مش هيعمل بنتريشن. عشان تساعد البنتريشن اعمل ريزن سيشن. اكتر مشكله بتقابلنا فيه ان هو بيعمل ليكوبيميا. هو في نقطة تانية يعني العيان لوكوبين. في نقطة تانية برضه في السيكل سيلزين هاز سايكو توكسيك افكت. سايكو توكسيك عشان بس ما يبقاش سيستميك توكسيستي. لا هو له سايكو توكسيك يعني هو بيعمل افكشن للنورمال تيشو اللي حواليه. ايوه النورمال تيشو اللي حواليه يعني فعلا بيدمر. عشان كده لازم يكون اليوزج بتاعته جادجد. لكن لما تقرا في كل البيرن كتب البيرن والسنترز كلها هو يقول لك الجولد ستاندرد از سيلفر سلتادايزين. خلاص؟ عملوا حاجه بقى، حطوا السيلفر سلتادايزين مع الهيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد بروف ان هو بوتنت هيلينج للتشو.
وبوتن بدلت في الميزانيز. فعملوا ميكشر بين الاثنين اللي هو سنتبسات الهيزين والهيالورونيك أسيد اللي هي مجموعة الهيالورونيك. خلاص؟ في حاجات تانية لوكال اللي هي السلفونا مايلون اللي اسمه الميفانيد أسيتين نحط كميات كبيرة. في نقطة على الميتانويد انا اخذه باسم التوكس عشان جمعه من ذلك احمد حدك ان ده حاجة لها بالنتريشن ابليشن افكت. الحاجات دي على فكرة نستخدمها حاجات كتير قوي يعني احنا بنستخدم الميتانويد او الصابلون. الصابلون يمكن ما تبقاش موجود دلوقتي بس هتلاقيه موجود مثلا في اماكن معينة لما نيجي نستخدمه ما بنستخدموش هو سك يعني ما استخدمش الميفرس اللي هو فعلا برضو سيتوتوكس لكن هو طبعا انت بالرجل رهيب ليه بتاعه ممكن كان اكسس اني هيت يعني احنا ممكن نستخدمه في الحاجات اللي فيها بوكتس يعني البيت سورس بوكتس ده هو بيوصل للبوكتس لانه مش هو لاكريني يعني البوكتس بتاعته مش كبيره تمام بيوصل للبوكتس بسهوله بعد شويه بتغسله ما تسيبوش يعني لما نيجي نستخدمه ما نسيبوش يعني مش زي الكريم نسيبه ونحطه لا ده شويه بنسيبه 10 دقائق او ربع ساعه ونغسله يعني ما ينفعش ان احنا نسيبه لكن لازم بس نستخدمه في الحاجات اللي فعلا فيها اسكر فيها حاجات لوكال تيشو ليركي مش عارف اوصل لها يعني مثلا لما يكون عندي مثلا ديريك فوت لما يكون عندي بيرنت فوت لما يكون عندي كذا فده انا بحط العيان رجله بس في يعني استخدامه ايه؟ بحط مش بغطيه ده انا بحط رجله بس في ال يعني سيبيه 10 دقايق ربع ساعه 10 ساعه ويتغسل وخلاص على كده خلاص عشان بس الناس فاهمه ان هو بيتحط ويتساب لا ده بيتحط ويتساب المادة اللي بعد كده هي الكوريكال موجود له بديل دلوقتي ولا موجود بس قليل موجود بص الحاجات دي دي بتقوليها انا مثلا انا عمري ما هستخدمها بس غلطه تحمد الله يعني الحاجات دي ما ضايع بس استخدمه بس اختار استخدمه في ايه؟ صراحه استخدمه لسبب لان انا عندي حاجات نيو دلوقتي عن السوبر افكت الديب برن فيها تمام؟ الاكشن بتاعته ان هو سبيسيفيك للسودوموس طبعا السودوموس ده من اخطر الحاجات اللي بتيجي في البرن ماشي؟ العيوب هو انه بيعمل بلاك ستين وبيعمل هايبوناتريميا وبيعمل بلوبولوجيا البوفلاين اي بي اللي هو الفيتامين الجل والمرهم والبتاع نو افكت عايز نو افكت ماشي ليه؟ لانه بيبقى ان اكتيفيتد بالانزيمات اللي موجود فيه يبقى دول الحاجات اللوكال اللي احنا ممكن نستخدمها في علاج الحروق عندنا في حاجات تانيه اسمها سكين سبستيوت طبعا كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي دي حالات ايه بقى اللي هي فولسيتيز عندي في فولسيتيز ده ولسبب او لاخر مش هقدر ان انا اغطيه او ما عنديش دونر سايت يكفي او حته على اكسبوز بور خلاص دي حاجات اللي هي اسمها السكين سبستيوت او نوتيشن انا الحاجات دي انا مجمعها لكم ده موضوع يعني ده لما تقراه في اي كتاب هي شابتر 10 اصحاب المحاضره عن الدكتور احمد اللي فاتت ده عنها بس ناخد فكره عنها عندنا حاجه اسمها الانتجر ده عباره عن ايه؟ موبايل كولاجين اند كوندروتين سلفيت 6 سلفيت ده عباره عن ديرمال ماتريكس والسيليكون ربط في الديرمال ماتريكس ده عباره عن ديرمس وعليه السيليكون بتحطه على المنطقه اللي هي الروب اريا اللي موجوده السيليكون روب ديت خلال فتره من اسبوعين الى ثلاثه بيحصل لها سيجاريشن المفروض الدارمس بتمسك وبتبقى باسكورا رانس ممكن احط عليها بعد كده خلاص في حاجه ثانيه اسمها الالودير في حاجه ثالثه اسمها الابليجراف
وده كلها اسماء تجاريه، دي كلها اسماء تجاريه، بس كل واحده الميكانيزم بتاعها بيختلف عن الثاني. اللي يهمنا احنا مثلا حاجه زي الكابشر اللي بيعملها الفوتوغرافي. طب انا هقول حاجات بعمل بس على الحاجات اللي هي على الحاجات اللي هي الديرما ماتريكس الاول عشان نوصل للتنين. الديرما ماتريكس هي طبعا دي سنسيتيف ممكن لما نيجي نتعامل معاها بنتعامل معاها كانها سكين جرافت. يعني بمعنى ايه؟ تمر. لا يعني يعني بنتعامل معاها سكين جرافت يعني مروق صحت الله. مسكر ما حدش كده. لما نتعامل معاها نتعامل سكين جرافت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحاجات ما زال انتجرا ما ينفعش اجي احطها على درن وخلاص، لازم يكون عندي بيت كويسه. لازم يكون عندي حاجات كلها لوست. اولا دي البرايس بتاعها. اعتبر ان انا بس النقطه الوحيده المهمه في الموضوع، اعتبر ان انا بتعامل مع درن ماتريكس بتعامل معاه ان انا بحط سكين جرافت. بمعنى ايه سكين جرافت؟ يعني كل الكونديشنز اللي انا باخد احتياطي في السكين جرافت باخدها معاه. ما بحطهاش كده خلاص، بثبتها برضه، بثبتها بدباسه او بثبتها بخيط اللي هي بتاع ده اللي عامله زي الفوم. حد شافها قبل كده ولا حد جربها؟ جربتها؟ طيب يعني هي قصدي ان احنا ايه؟ ان احنا بنتعامل معاها زي السكين جراف ونحطها برضه بتايت باندج والكلام ده بتاعها. دكتور محمد بيقول لك احنا السيليكون شيت اللي موجود عليها المفروض ان هي لو بتتاخد بس ممكن تحصل لها ريجكشن هي برضه كمان زي السكين جراف. يحصل لها ريجكشن. هي فكرة نفسها في ان هي عندي زي سكافولد، يعني نقطة سكافولد يعني ايه؟ يعني عبارة عن 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 شبكة وبيحصل فيها نيو جروث خلال الشبكة بيطرد خلاص بيفصل ايه؟ اللي هو سيركل شيت. سيركل شيت بعد خمس ايام او بعد اسبوع بس سيركل شيت طلع. لو بعرف ازاي ان هي مسكت بلاقي ان اللون بتاعها اتغير. اللون بتاعها بعد ما كان ابيض بقى احمر خلاص يبقى احنا كده خدنا. ماشي. اللي يهمنا احنا اللي هو الكالتشر اللي غير من الاوتوجراف ده باخد تشو باخد عينه من الجلد ودي بتروح للمعمل بيعملوا فيها الكالتشر للكريتينوسايت. فالشيت الصغير اللي هو سنتي بسنتي ممكن يوصل 22 سنتي ودي ممكن تتعمل بطريقتين. اما يعمل لي شيت وده بياخد وقت من 3 اسابيع لشهر عشان يتكون او يعمله لي على هيئه باتشز ودي احنا كنا بنستخدمها كسبرين. خلاص دي الفكره بتاعتها ايه؟ ان انت بتاخد الابيديرمس الكريتينوسايت موجوده فين؟ في الابيديرمس. فلما بنحطها بتعمل انا حطيت الابيديرمس بس ما شكله ايه بقى؟ ان هو ده فيري لايبل انفكشن يبتدي بالانفكشن ما يتحطش على حته على العين هيدوس عليها لان مش هيستحمل. نمر ثلاثه ان ده بيبقى البيديرمس بس مفيش درمس تحتيه كل شويه تلاقي يعمل لك فيزيكال وايسر فيزيكال وايسر. لكن ده نوع من انواع التريتمنت في حالات الاكستنسف. يعني عندي عيان 80% بيرن وما عنديش دونر سايد غير 10 ولا 15%. ففي الحالات اللي زي كده بيعملوا اللي هي الكالتشر اللي هي الفوتوغراف ودي فيري اكسبنسف. يعني الشيت بتاعها كان في بعض الكتب كاتبه ان هو بيتكلف حوالي 150,000 دولار. فبيري اكسبنس. خلاص؟ في عندنا حاجه ثانيه اللي هي البيولوجيكال دريسنج. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الهوموجرافت. كاليبر سكين من بيج اميوتيك فلويد بلاسينتا. تمام؟ ان انا اخد من اوتو من العيان. اوتوجرافت من العيان. واحده عندها ابرون 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 اشيل كل السكين ده واخده كبير سكنس واعمل له ريشن وازرع. فدي كلها حاجات ومخصوصه للحالات مش لاي حاجه. مش لحالها 15% 20%. لا دي موجوده للحالات الفيري اكسبنسيف اللي انا ما عنديش حاجه اقدر اغطي بيها البيض. خلاص؟ في البايو براند. البايو براند ده عباره عن حته شيت سيلاستيك بلاستيك. انا كان في رساله دكتوراه في الجامعه القرن سويس وقت ما اشتغل بيستخدموه في السكند ديجري. الشيت بيتحط ويتقفل مده 15 يوم تشيله تلاقي فيه كل سلاسل شيء جامد بالسنتا. هو بيستخدم بالسنتا بالبتاع ده في الطاقه النوويه. يعني بياخدوا بالسنتا بيطلعوا البايو برين ده من الشيتس يعني اصلا تمام.
فدي فكرة عن عندنا في حاجات تساعدنا في حاجات الاكسنسيف ديرم. اسمها ايه العنوان بتاعها؟ اسمها ستيم سبستيوت او بايولوجيكال. يعني فندم كان في مؤتمر الامارات كان بيتكلموا فيها عن الطريقة واتصلت في النقطة دي ان هو ممكن من قريب العيان يتاخد. ايوه ما هو ده لسه ما هو ده 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 في حاجه اسمها اوتو جراف يعني من نفس الشخص هومو جراف من نفس التيشو من شخص او من واحد الى واحد اوف ذا سيم سبيشيز يعني بني ادم لبني ادم كلب لكلب فاهم كده الهومو جراف ان انا اخد من ديفرنت سبيشيز يعني اخد من دي احط في ده تمام الزينو جراف طيب خلينا بس الاول ايه نخلص عندنا مشكله ايه البرن بلستر البرن بلستر عليها كونتروفيرس الجنرال رولز بتاعتها ان لو فيزيكال اقل من 2 سم سيب هي اكت از ا بيولوجيكال دريسنج سيبها هيحصل لها ابزوربشن من الفلويد اللي فيها وهتهيل عادي البيج بلستر او بلستر موجوده على مكان ممكن يعمل لي مشاكل في الحالات اللي زي كده في عندي مدرستين في مدرسه اللي هي بيروفنج انا شايلها كلها عيبها ايه؟ عيبها ان انا لو شلت دي كلها فانا زودت الاريا وفيري فيري تمام الحل الثاني ايه؟ ان انا اعمل لها مالتيبل بانكشر مالتيبل بانكشر افضي الفلويد اللي فيها واريح الاسبين ده وارجع از ايه؟ از بيولوجيكال بلستر خلاص؟ يبقى ده المانجمنت بتاع البلاستر هو برضه في حته بس يا محمد بالنسبه للبلاستر بالنسبه للبوليوم بلاستر هو طبعا الشفت دلوقتي ان احنا نفضل مش ان احنا نخليها طبعا باي حال من الاحوال يعني ايوه لكن بنسيب احنا بنسيب الديرما اللير اللي موجوده موجوده عشان الكاريو ديس ايه الفكره برضه ان احنا بنفضي الفكره ان لو حاجه اسمها السيربوكسين اي ماده اسمها السيربوكسين اي سيربوكسين اي 2 سوري سيربوكسين اي 2 سيربوكسين اي 2 لها دامج افكت على التيشو يعني كل ما تفضل انت سيربوكسين اي الماده دي اصلا كده كده لها دامج افكت فالافضل انك انت اول ما تحصل لازم تفضيها تعرف انت بقى اللي فيه الماده ديت ان لما تلاقي الفلويد اللي فيها اصبح جيل. الفلويد اللي جوه الميه دي بقت جيل. الحاله دي لا افتح وشيل. حضرتك لو سبتها دي ده ممكن تحول لك من سفن الى سفن. تمام؟ انا قصدي افتح على طول اتفضل. عندنا دلوقتي احنا اتكلمنا على السوبرفيشال دير واتكلمنا على هنتكلم دلوقتي على السكند ديجري دير اللي هو الديب ديرما دير. ده يوجوالي هيل قلنا من اسبوعين لثلاثه بروفايدد ذات ايه؟ ذير از نو انفكشن. لو في انفكشن على طول هيحصل ديلايد وند هيلينج والبر ده هيتحول الى سيرجري. ادي امثله لحالات سكند ديجري بير عالجت كويس وحصل لها هيلينج على طول خلال فتره من اسبوعين الى ثلاث اسابيع باي نورمال انزلزيشن. ماشي؟ الديب بير. الديب بير ده بقى ده كاتيجوري ثاني خالص. ده كاتيجوري خالص هيحصل في الديب بيرن ريزاليزيشن ولا ما يحصلش؟ ما يحصلش، ما يحصلش ليه؟ بيحصل ريزاليزيشن لان ما عنديش ديرنس مفيش ابتدائي سيلز سيربروس السيلز اللي بتعمل ريجينريشن اللي هم السبيشيس جلاند والهير فوليكل بالستيم سيلز اللي فيهم دي توتالي لوس فبالتالي مفيش عندي باور اوف ريجينريشن طيب الوند ده هيهيل ولا مش هيهيل؟ هيهيل لو سبته هيهيل ياخد له ثلاث شهور ياخد له اربع شهور ياخد له سنه هيهيل بس هيهيل باي ايه؟ باي فايبروزس هيهيل باي فايبروزس فايبروزس يساوي ايه؟ يساوي سكار يساوي كونتراكشن تمام؟ طيب ايه العلاج بتاعه؟ هو السكين جرافت از ذا اونلي واي فور تريتمنت of deep bear بس امتى؟ after separation of this condition خلاص؟
يبقى القاعدة ان الديب بيرد مش هيحصل له هيلينج، ولو سبته الهيلينج هيحصل له هيلينج على مدى طويل دي فايبروز، وده ممنوع. ماشي، ممنوع ان انا اسيب العلاج اكمل بيضاوي. العلاج بتاع الجولد ستاندر بتاعه ايه؟ هو سكين جرافت. بس امتى احط السكين جرافت؟ لما الاسكر ده يتشال. الاسكر ده بيتشال ازاي؟ ليه طريقتين او ثلاث طرق. يا اما الاسكر ده سبونتينيوس يطلع لوحديه، ده بياخد له فتره ممكن توصل لشهور، او ان انا اخش سيرجري اشيل. فهمنا؟ وده الجنرال لاين اوف تريتمنت. في عندنا موضوع اسمه indication of surgery implementation. هل السيرجري indicated في implementation؟ يس. بنقسمها لايه؟ لحاجات immediate. حاجات immediate. ايه هي؟ سكاروتومي. تراكيوستومي اللي احنا شرحناها في الانجل. اعمل فينا ستاب داون. مش عارف اجيب ايه. يبقى ده indication للسيرجري immediate. نمرة 2 early. early يعني ايه؟ يعني خلال 72 ساعة. ودي غالبا بتبقى عبارة عن ايه؟ ان انا اعمل early excision للسكار تيشو و skin graft. خلاص، يبقى ده الانديكيشن الثاني اللي هو ال early. الانديكيشن الثالث اللي هو ال intermediate. intermediate ده من 5 أيام ل 21 يوم. اسمه intermediate surgical intervention. ده بيحصل امتى؟ من 5 لـ21 يوم. ده timing indicated for patient in whom burn depth is difficult to determine at the time of injury. يعني جاي العيان دلوقتي انا مش عارف ده second degree ولا third degree، وخايف ان انا اضمن السكند ديجري وادخله عمليات واعمل بيرد اكسيشن. لا، في الحالات لو انت في الحالات اللي زي كده اعمل conservative treatment، طير عادي هيبان لك بعد اسبوع 10 ايام هيبان لك. في الحاله دي لو ده ديب بيرد لا خش كمل بقى اعمل اكسجين وده. خلاص، يبقى ده الانديكيشن. في حالات قلنا في الاطفال ما بتقدرش تشخص كويس البيرد ده نوع ايه. في بعض الناس بتروح داخله شايله كله، ده غلط. انت ممكن تظلم نص المساحه اللي موجوده دي، فممكن يحصل لها هيلينج خلال اسبوعين بالتالي. تمام؟ فالقاعده العامه لو انا ان داوت البيرن ده دي ولا سكند ديجري، لا انا انفصل لغايه اما يبان ويبان بروف للساينس ان ده ديب. في الحاله دي ادخل اعمل انترميديت انترفنشن. ليت ده امتى؟ ده بعد 3 شهور. بعد 3 اسابيع. يعني بعد 3 اسابيع اعمل الليت. وده غالبا بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا سبونتينيوس سيبريشن للاسكر بالغيارات العاديه وعمل الجمالوس تيشو واطلع منه سكين، او ان انا العيان سبته يهيل شهرين ثلاثه وبعدين جاي لي بقى بوست بير سكارز. ماشي؟ هو كده الحالات دي يعني هو المفروض ان احنا من 3 4 اسابيع، يعني المفروض عندنا 4 اسابيع او 28 يوم. دول اللي هم الانترميديت. دول اللي احنا شرحناهم. 3 اسابيع. الانديكيشن بتاعي. 3 اسابيع. اقصد اللي هي 3 اسابيع. ان احنا عندنا ليميت برضه، يعني اقصد ليميت الليت بتاعنا هنا. يعني احنا مش الليت مش مفتوح 3 اسابيع هو مفتوح. يعني اقصد ان احنا عندنا نبدا نفتخر، احنا عندنا في حاجه مثلا في البيرن ما ينفعش اسيبها، يعني مثلا دلوقتي انا عارف لو سبتها هدخله على تقارب في سكارينج في الجوز او ادخله بقى في هايبرتروفيك سكارينج ودي مشكله. طيب. فلازم ادخل اللي هو الايرلي ليت، يعني بمعنى صح ان انا عندي ليميت لحد 28 يوم اللي هو 4 اسابيع. تمام. 4 اسابيع بعد كده خلاص انا اتوقع ان العيان هيحصل له مشاكل ايه اللي حتى لو دخلته على الليت. ماشي. احنا بنتكلم على ايه يا ايمن؟ ان انا لو انا العيان ده معايا انا. ايوه معايا انا وماسكه من اول يوم. فاحنا هنمشي على الخريطه دي. لكن فرض دلوقتي انا جاي لي عيان بعد 4 شهور من البير وعنده كونتراكتد فينجرز. خلاص احنا هنتعامل بكومبليكيشن. كومبليكيشن سيرجري اسمه ايه؟ اسمه ليت. خلاص؟ اسمه ليت. يبقى الليت سيرجري از انديكيتد فور بوست بيرن سكارز اند كونتراكشرز، ودي امتى؟ افتر سكار ماتيوريشن. انا بتكلم حته ثانيه يا محمد، الحته اللي انا بتكلم عليها. انا دلوقتي عيان انا اخده من الاول. وعندي ديب بيرن. تمام. انا خلاص انا طبعا قلت ان ده ديب بيرد. كويس. ماشي. ديب بيرد اسيبه لحد امتى؟
في ناس بيبقى عندها لوجن او عندها تخيل ان هو ان البيرن هيخف، دي مشكله كبيره. ما تسيبش البيرن هيخف لان دي مصيبه. يعني انت دلوقتي انت متوقع ان البيرن هيخف مثلا في شهر ونص شهرين، هل ده صح؟ لا تسيبه يخف. لا البيرن مش مسموح، ما ينفعش تسيبه فور مور ذان 3 ويكس. باي اني واي 4 ويكس لحد 4 ويكس يعني من 3 لـ 4 أسابيع اوكي مسموح لك تعمل بريسنج افتر ذات سيرجري. كويس، ده الرسول بس عشان ما يبقاش احنا عشان ما ندورش لنا عيال، وانا مش هخصه ان ده دي بير شور ومش هظلم اماكن ثانيه، يبقى على طول اعمل له ايرلي اكسجن داوت. مش عارف في حته دي الديرمال. ايوه لا دي اعمل لها دريسنج فور 3 ويكس ماكسيمم 4 ويكس واخش حل المشكله. تمام، او ان العيان يجي لي بيت اللي هو بعد لما حصل سيبريشن بعد 3 أسابيع والعيان حصل له سبونتينيوس سيبريشن وفي جراوي تشو اخش عندها، او يجي العيان بقى بديفورمتي. وعشان اعمل ديفورمتي مش على طول اروح مدخل عمليه، لازم العيان ده يكون ايه سبرم ماتيور، يعني بمعنى ان انا ما اعملش ريفيجن سيرجري في عيان اكتيف سبرم لان الريزلت بتاعته مش هتبقى كويسه والريكارنس ريت هيبقى عالي. ليها انديكيشن واحد بس، ان انا اشتغل في الاكتيف سكار لما يكون مؤثر على الفايتال اورجن. يعني ايه؟ يعني عيان عندها ديب ديرم في الفيس راح واكل الايليدز والاول الاي اكسبوز. لا ده مش هستنى بقى ان يحصل سكار ماتوريشن سنه، لا ده اخش على طول واصلح. عندي كونتراكتيف سكار على فينجرز برضه ما استناش للماتوريشن. ما استناش ليه؟ ان انا عشان اسيب ده يحصل له ماتوريشن سنه مش سمول جوينت ديبوزيت. فاهمين؟ فالليت سيرجري بيتعمل افتر ستار ماتوريشن، ولكن ليها اكسبشن لما يكون على فايتال ستراكشر. فاهمين؟ ايه الاسكار تيشو دوت؟ الاسكار تيشو النكروتيك تيشو اللي هي حصل لها كواجريتيف نكروزس في ديك بير بيسموها الاسكار تيشو. خلاص الاسكار تيشو ده لو موجود سيركمفرنشالي ده مشكله كبيره، لو موجود على الشيست او موجود على الابدومين ديب بيرن وسيركمفرنشالي الاسكار تيشو ده هاز نو الاستيستي ات اكت از ترنيكيت زي الترنيكيت بالظبط كانك خالي الحته. فالعيان ده بيبقى عنده ايه؟ اسوارات في كومبرومايز، ما يعرفش ياخد نفس فول انفليشن لللنج، ليه؟ مخنوق. كويس؟ يبقى لو ديب لو الاسكار تيشو موجود ديب سيركمفريشن على اورجن زي الشيست او الابدومن على طول يحصل ريستريكشن للموفمنت ويبقى فيه اسوارات في كومبرومايز. تمام؟ طيب لو ديب سيركمفريشن بيرن او اسكار تيشو سيركمفريشن على لم لور ريم فينجر هاند بيعمل ايه؟ افتكروها كده تورنيكيت، كانك عامل العيان تورنيكيت. يعمل ايه؟ يأثر لي على الفينس بريشر، يأثر لي على الكابيلر بريشر، كل دول يزيدوا قافل البلاد سبلاي، يحصل جنجري. ماشي؟ ده المرحله القصوى بتاعته. المرحله اللي اقل من كده اللي يخش في حاجه اسمها كومبارتمنت سندروم. كومبارتمنت سندروم ده لو انت لحقته متاخر شويه بينتج عنه، لو موجود مثلا في الدم بيحصل على طول يحصل حاجه اسمها ايه؟ فولكمان سكيمين كونتراكشن. ماشي؟ يبقى دول الحاجتين اللي احنا لازم نعرفهم لو اسكر تيشو سيركمفريشن على حاجتين شيست وابدومن او على لمس سواء كانت ابر او لور. ماشي؟ النقطة الخطيرة هنا في اللبس إن أنا ما أقول إن ده عامل إفكت وعامل تورنيكيت إن أنا ما لاقيش بريفرال بالس، لا دي بقى ما حدش يعتمد عليها. يعني ده ليت ساين. طيب العيان ده نعمل له إيه؟ فشيته ولا لا؟ إيميديت ولا مش إيميديت؟ إيميديت. يبقى ده من ضمن السيرشن المكيري؟ إيميديت. خلاص
البهوات النواب بتوعنا بيعملوا اسكروتون ولا ما بيعملوش؟ بيعملوا اسكروتون ولا ما بيعملوش؟ لا لحد الان ما جاش حاجه للكوبات بتاخد تاني. لا يا شيخ ما جاش حاجه خالص جديد تاني في الفور ارم او في فيلدرز او كده او دورس او تلان. لحد الان ما جاش جديد تاني. فكنت ماشيت بالفولو اب واللي هي اللي هي بالحب كده يعني. ما كانش ده فكره جديده مروه. لا مروه ده يعني شربت حالات من بس كل اللي انت تقولي كلمه زي كده دي خطيره. انت خطيره معناها ان انت ما بتعمليش مانجمنت للغير. معناها ان في حاجات كتير جدا عدت مني كده وربنا سترها. وعي الناس اختلف برضه دكتور محمد عن زمان يعني الطيب والدول وعي الناس اختلف يعني دكتور محمد لو افترضنا ان هي شافت مثلا 50 حاله فانا افترضت ان انا هبقى شفت 20 وما ممكن يكونوا مش عارفين. طيب بص all deep circumferential nerve in extremities have potential to cause neurovascular compromise. ده قاعدة. The typical clinical signs of inverted perfusion in inverted extremity في الهاند أو في الفوت أول حاجة cold temperature decrease or absent capillary refill tense compartment with the hand held in crow position. دي كتيرة قوي 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 في الفور ار. تلاقي تمسكي دي كده تلاقي ورمة وتنس وتلاقي العين عاملة كده. And absence of pulse is a late sign. Absence of pulse دي ان هو بيعتمدوا عليها. لا دي late sign. بس في سؤال بالكمبيوتر. ايوه. انا دلوقتي جالي وليكن عيان كومبارتمنتال او ديب سيكونفينشال بين بس جالي ليه؟ كويس. انت اتدخل وانت قلت انا هقف يعني انا خلاص مش ازاي طبعا مهم جدا يعني الحته دي بقى تبقى حته كويري انا برضو باين ان انا حته لا لا ما اقصدش انا دلوقتي وراكم انا عدى بالنسبه لي مسكينيا تايم خايفه من بقى اللي هو الانيروبيك ميتابوليزم اللي حصل خايفه اعمل سكاروتمي يفتح ويروح للسيركيليشن فيبقى بالنسبه لي هزردس وخايفه اقف العيان يدخل في الانجليزي. هو انت دلوقتي لما تعملي سكاروتمي او تنزلي فاشيوتومي لو في الحاجات اللي انت قلت عليها الان رابط زي هتروح السيركيليشن ولا هتطلع لبره؟ كويس. العيان ده لو انا سبته هيحصل له ايه؟ ما هي الفكرة المهمة هيحصل له ايه؟ هي الفكرة بقى هي سؤال المفروض ان العيان وال فروم كشفته ان هيتعمل بعد ال بعد الريبيتال تايم باسكين تايم ولا لا؟ والموضوع ان هو اصل امتى هيحصل؟ يعني انا دلوقتي يعني انت قايل لي يعني في ساينز اوف جانجرين موجوده على الفيروس كمل بس محمد انا عايز كمل بس اكمل الاجابه يعني هي فيه يعني هي نقطة مهمة. أنا العيان ده ولد جيب من فروم بشكل متأخر أكتر بس بسكين تايم يعني دلوقتي أنا دلوقتي عندي أنا العيان ده جاني 8 ساعات بقى 8 ساعات 10 ساعات أنا أعمله ولا ما أعملوش؟ في فرق عادي بقى بين كولد سكين ومثلا وليكن وورد سكين يعني العيان ده وليكن السيتويشن بتاعته ساعتها كانت إيه؟ لو الكولد سكين أنا عندي وقت أنا ممكن أعمل حتى أبتو 12 ساعة وممكن أكتر كمان ولو موت اسكيميا لو انت في ايام مثلا زي ايام حرب او بالنسبه لي لسه يعني ما عنديش حاجه ما عملتش غير ريزرفيشن للليم ده فانا بالنسبه لي الوقت ده بقى اقل. انت بقى اعرف ان العيان هيجي لي ليفت ولا لا؟ يعني ايه المفروض ان عندي اعمل ولا ما اعملش؟ يعني وليكن في الحاجات الصغيره مثلا زي الهاند حاجات ما فيهاش موصل انا اقدر يعني العيان اللي جالي تاني يوم يبقى بلاش كده عشان ما بقاش حاجه في السن العيان ده جالي تاني يوم هيعمل ولا اعمل؟ لا ما اعملش تاني يوم خلاص انا لا اعمله طبعا. طب هتستنى لا اعمله طبعا ما هي بوينت بقى هيستفاد هجيب بنته يعني هو اصلا هو انت كده يا ريت هو انت حاسس انك انت بتجاوب اللي عارف ليه كده؟ هو الموضوع دلوقتي انا يا جماعه لما اجي العيان او وقت ما بيجي لي تمام انا هعمله بس الفكره نفسها ان انا مش هعمله اجريسيف زي ما عملوا في الاول خلاص انا عارف ان العيان ده ممكن ما يبقاش
ما يبقاش جيب بنفس من الموضوع اصلا طول تمام. خلاص هو سكين الثيرمو عدى والكلام ده مثلا الجنريشن حصل تمام، لكن هل في حاجات انا مش شايفها بعيني تمام؟ لكن زي ما قبل سميت كده انا هو جاي لي انا عندي ممكن اقلل الليفل بتاع الجنجري يعني بدل ان الموضوع اصلا كده يعني مثلا لما يخش الدوت الجنجرين يخش فولت من الباتراش ماشي، بس فانا بس اعمل له برفيوجن بس فجاه عندك ما يجيبها بعد يومين ما انا مش هستفيد خالص بقى حاجات خلاص هو ده انتهى اصلا. طب الاطفال يا دكتور هي بس بتاعت من نقطة ان انا ايه ان انا هعمله امتى، هو المفروض ان انا اعمله وزن 6 hours بس خلاص ده القايد بتاعي ده 6 hours تمام. انا كل ما بعد وقت هو ده المشكلة ان انا بقى ايه انا هجيب الفيشر ولا بس انا بعمله مش بعمله بروفيك انا بعمله دلوقتي كورك انا مش بعمل بقى دلوقتي الاستراتيجيه انا مش بعمل سكوت ثاني ما عنديش فكره ايه الفرق بين السكوت والسكوت ده بنعمل انسيجن في الاسكار تيشو لغايه لما نوصل للفات والفات يبقى بالج كده قدامنا ده اللي معناه ده فالشيوتومي بتنزلي بالنسبة بتاعك وقت ما تقطعي الديب فاشل، وده انديكيتد الحاجة الوحيدة اللي انديكيتد فيها هو الالكتريك بان، يعني الالكتريك بان ما تعمليش فشل ما تعمليش كراتي تعمل فشل. ليه؟ عشان المشكلة في السكن فوق ولا المشكلة في المصل تحت ايه؟ ما تنسبتها للمبارك يعني المبارك ميت بفتح وبتعمليه على كذا مستوى بحيث كل الكومبارتمنت بتتفتح لما تراجع الكومبارتمنت بتاع الفرار مثلا فاهمين؟ ما انا لازم قلت محمد لو جاي عيان اكستنسيف بيرن 100% مثلا وانا عملت سكاوتومي في اول 6 ساعات بس ستيل العيان في اديما وفي تنشن بيحصل تاني اه ايه المفروض الانترفنشن اللي انا عامله في الوقت ده؟ مفيش انترفنشن تاني. لو حضرتك عملتي السكاوتومي ولقيتي ان الستيل فيه البرفيوجن ضعيف ممكن اعمل فشوتوم انزل للفشل افتح الفشل بعد 24 ساعه ممكن ايوه. انا لو جالي عيان بعد 48 ساعه ودي بير وانا شايف ان هي تنس هفتحه مش هسيبه حتى لو العيان ده بدل ما يدخل في توتال جانجرين واللم كله يفقد لا ممكن يتحول لشويه ايه مصر نيكروزس وتنتهي ب بولكمان سكيما. هو الفكره ان الناس بتبقى نفسها اكستنسيف يعني اولموست 100% مش هيكمل يعني العيان مش هيكمل مش هيكمل احنا بنتكلم على الحالات اللي هي الرينج الحالات اللي هي ممكن يجي جوزين مجهود على العيان ويسيب واحد. هو الفكره ان الانترفنشن هنا لازم اصلا لا مالناش دعوه العيان 100% مش 100% انا ليا عيان جاي بديب سيركمفرنشال بيرن واتيفر البرسنتج بتاعته من ضمن الكتب كلها والجايد لاينز موجوده ان انا اعمل سكروتوم فالعيان ده لازم اعمل له سكروتوم خلاص سكروتومي اند فاشيوتومي. الفاشيوتومي از انديكيتد تو ديب سيركمفرنشال بيرن افكت الاور لور اكستريميتي ان اوردر تو بريفنت اسكيميا اند كومباتول سيندروم. اوكي الهاي فولتج غير الفاشوتومي هو ده ان انا افتح كل الماسل كومبارتمنت في الابر واللور اكستريميتي شوف بيكون سيفر 2 يبقى الانديكيشن للفاشوتومي في حالات الديب سيركمفرنشال بيرن اول حاجه الالكتريك بيرن نمره 2 لو انا عملت سكاروتومي وستيل البرفيوجن مش كويس. اوكي The decision to form scleroderma is a clinical one. ما عنديش investigation تقول لي يعني ولا ما تعملش. هو ده clinical term. If you think that the wound may need scleroderma, then do it. لأن أنا لو عملت scleroderma العيان وما كانش ديب بير، العيان مش هيخسر كتير. لكن لو كان ده ديب بير وأنا سبته، لو في upper limb أنا موتته. Waiting for sign of distal ischemia or absent pulse is a fistula. The scleroderma بتعمل ازاي؟ اولا
ده ديب بيرن ولا مش ديب بيرن؟ في سنسيشن ولا مفهوش؟ يبقى اذا ده مش محتاج يروح عمليات. خلاص؟ ممكن انا اجي دايركت على طول بالسكالبل المشرط واعمل لغايه هعمل انا سبروتومي بس، يبقى اللاند مارك بتاعتي ان انا هعمل انسيشن لغايه ما اوصل للفات، او العلامه ان انا عملت سبروتومي ان الانسيشن اللي انا عامله ده بعد ثانيه تلاقيه بقى 2 سم لان هو مشدود ففتح، وفي بانجنج فات، وفي بليننج موجود. خلاص؟ ما بيحتاجش انالجيزيا، ما بيحتاجش انستيزيا. طبعا لا ده احنا لسه شاقين اول حاجه الايمرجنس. يعني ايه رفض؟ ما يرفض العيان زي يرفض. انت عندك الكونسنت بقى ان انت محتاج لده، والا يحصل جنجرين او يحصل كونتراكشن جوه المسلسل كونتراكشن، او لو عدى عليك 6 ساعات املي يا عم بس. هو الحل المصري اصل انت ما عندكيش سلطه ان انت تجبري العيان على البروسيس. يعني لو هو رفض الدكتور محمد حسين يرفض؟ بيعملوا كونسنت وخلاص، فاهمين شرعيله. كونسنت ان هو رافض العلاج، انت مش من حقك تجبر العيان على طريق العلاج. يعني لو اشتكاك بالنيابه ودخل محامي ثاني قال لك ده كان حرق صدر كانوا عاوزين يتعلموا فيه، اتبهدلت انت. فهمتي؟ وطبعا في الحالات اللي زي كده لازم يبقى معاكي دوكيومنت ان انت مصوره العيان صور ميديكال واضحه ان ده ديب بير، وهي بتبقى واضحه الصور بتبقى. طب لو العيان مش كونشس ومفيش حد من الريليتيفز، اي حد من الريليتيف بتوعه، مفيش حد معاه، مفيش حد في الحاله دي. لا دي حاجه، دي حاجه ايمرجنسي، ده بموافقه الدكتوره والويتنس من اللي موجودين. دي ايمرجنسي مش محتاج موافقه حد، يعني بيتعمل برضه بيتعمل دايما بقى فيها ان العيان ده كوماتوز ومعهوش حد من الريليتيف، وايمن الترامسي ومحمد المراكبي والحكيمه الفلانيه قرروا كده، ده ما عليكيش مسؤوليه. خلاص؟ بعمل البتاع ده يا اما بالالكتروكوتري يا اما بالسكالبس، وزي ما قلنا ان احنا بننزل على بنفتح كل الديسكار تيشو لغايه الفات، فرض ان انا فتحت الاسكالوتومي دوت الموجود ولقيت ديستن ان الليم تنس ومفيش برفيوجن و و، يبقى معناها ان انا لازم افتح الديب تيشو. خلاص؟ المكان بتاعه اي مكان كده اضرب فيه مشرط ولا ليه مكان؟ يا بهوات النواب ليه مكان ولا كده بنفتح اي فتحه؟ لا ليه اناتوميكال سايت، ليه اناتوميكال سايتس لكل سكاروتومي موجود. خلاص؟ السكاروتوميز اللي في الاكستريميتيز بتبقى بتتعمل فين؟ اولا في الليم بتتعمل بايلاترال، يعني بتتعمل اثنين انسيجن مش واحد، عكس الصوابع. الصوابع بتبقى 1 انسيشن. ماشي؟ على الميد اكزيال لاين. لاترال وميديال. بعمل الانسيشن بتاعي لغايه الديب فاشيا. او ممكن ان انا اقطع الديب فاشيا كمان واوصل للمصل ليه. خلاص؟ اللاين اوف ريليز اكستند، لما بعمل ريليز ما بجيش بقى مثلا عندي اخر الديب بيرن هنا، ما اجيش اقف عنده عند اخر الديب بيرن، لا لازم اطلع سنه فوق النورمال سكن. ليه؟ لان الحته دي بيبقى في حوالين منها ايه من ضمن الباثولوجي اللي احنا قلنا عليه الهايبرينيا والاديما. خلاص؟ لا قافل برضه، فما اجيش على اخر الديب بيرن، لا اطلع لازم بروكسيمال وديستال فوق بره البرند الديب بيرن. خلاص؟ عشان اطمن ان انا عملت كومبليت ريليز للكونستريكشن. الاسكاروتوم اللي في الهاند، الاسكاروتوم اللي في الهاند بيتعمل 2 انسيشن، بيتعمل 2 انسيشن بين السكند والثيرد، شايفين السكند والثيرد بينهم انسيشن، وبين 4 و5 بيتعمل انسيشن. خلاص؟ ده اللي بيتعمل مينلي بيتعمل على الدورسم بتاع الهاند. البالم اوف ذا هاند بيبقى نادر جدا ان يجي فيه ديب بيرن. شفتوا حالات كتيره انتوا هنا وعالجتوا حالات كتيره. معظم البيرن اللي موجود في الهاند ديب بيرن على الدورسم ولا على البالم؟ طب اشمعنى على البالم ما بيحصلش قوي؟ لان
اول حاجه ان في ديفنس ميكانيزم بيت للريفلكشن فعين ده يعمل كده خلاص. فكل ده بيبقى ده الحاجه. النقطه الثانيه ان هنا السكن سيك ماشي فورد ان فيه هنا دي بيرن برضه اعمل ولا ما اعملش؟ ده بيتعمل ونوصل لغايه الكربال تانل ونقطع الكربال تانل ونليس فيه خلاص. يبقى ده الايه الاسكاروتومي لو موجود فين؟ على البال والزهان. طب الفينجرز الفينجرز بتعمل يوني لاترال انسيجن واحد بس. ده مثال الديب دين اهو. ده مثال الديب دين اهو. شايفين كوأجيوليتد فيسل دي ساين مفيش فيها جدال. كوأجيوليتد فيسل ان اواكسي باك جراوند ان اواكسي باك جراوند اهو زائد. بصوا على التيب بتاع الفينجرز بدأ تدخل في البلاك. طب الحالة اللي زي كده احنا قلنا على البال بين 2 و 3 و 3 و 4 2 انسيجن كبار. على الفيندرز انسيجن واحد بيتعامل على الصم الصم والليت الفيندر على الريديال صم خلاص سهلة. يبقى هنا وهنا على الريديال صم 2 و 3 و 4 على الارنر صم. ونقطة مهمة قوي ان انا لازم تكوني عارفة الاناتومي بتاع النيورو فاسكولار بان. ليه ما بنعملش باي لاترال؟ ان لو عملت باي لاترال هيبقى فيه نسبة عالية ان انا اعمل انجري للنيورو فاسكولار باندل. زائد ان انا لما بعمل وان ريليس بيبقى توتالي الفينجر كله ديكمبريس خلاص. الاسكر بقى نفسه بقى احنا خلاص بقى عملنا الارجنسي اللي هو البرفيوجن بتاع التيشو. الاسكر نفسه بقى الاسكر ده لو سبته لوحده يحصل له سيبريشن سبونتينيوس سيبريشن للبروتوليتيك انزايم اللي موجوده هياخد. انا شفت حالات بعد 6 شهور استيل في حته اسكر بعد 6 شهور بالذات في الكيميكال ده وبياخد فيري لونج تايم ماشي. احنا حاليا دلوقتي اولا الاسكر تيشو ده معطل ليه الهيلينج ولا مش معطل الهيلينج؟ مقفل الهيلينج. نمره اثنين هل ده كلتشر للاورجانيزم ولا مش كلتشر؟ الاورجانيزم مش هيلاقي احسن من كده خلاص. فالايم بتاعي ان انا الاسكر تيشو ده ان انا اعمل ايه بقى؟ استريكتومي يعني اشيل الاسكر تيشو خلاص. لما بشيل الاسكر تيشو ده انا كده ببدا اول مرحله من مراحل الهيلينج لان انا هبدا اعمل له جراف هنا كده. نمره اثنين ان انا شلت بوتنشال سبيس كلتشر للاورجانيزم كله فبالتالي قللت نسبه الانفكشن ونسبه الكونتامينشن. طيب الاسكر ده هاو تو هيلب تو سيبريت الاسكر دي الستاندرد. اول حاجه الطريقه اللي هي القديمه سبونتينيوس ان انا اقدر اعمل له غيارات لغايه لما يحصل سبونتينيوس ليكوفاكشن ويبدا يفك ده وبعدين نعمل له دريج تيشو وبعدين احط سكينر. ده خد وقت طويل ولا ما خدش؟ العيان نايم في المستشفى ولا مش نايم؟ في تكلفه ولا ما فيش؟ في ريزلت وحشه ولا ما فيش؟ في فرصه انه يخش في 60 مني في اي وقت ولا لا؟ كل الحاجات دي كلها موجوده. عشان كده دلوقتي سبونتينيوس ما حدش بيعمل ده كان قبل ما يطلع الايرلي اكسجين كلها. الحاجه الثانيه اللي ساعد بيها الاسكر تيشو ان انا يفك اللي هو الانزيماتيك. الانزيماتيك بيبقى من اللي هو الكولاجينيز انزايم. مشكلته ايه الكولاجينيز انزايم؟ هل ده سريع ولا بطيء؟ بطيء جدا. تمام؟ ينفع في الحاجات الاكستنسيف؟ مش هينفع في الحاجات الاكستنسيف. خلاص لكن هو لاين من ضمن اللاينز اوفن. هو بيبقى فايدته ايه اكتر الانزيماتيك؟ ان انا لو انا عملت سكاريكتومي وفي ريمننت موجوده ممكن ان انا اقعد يومين ثلاثه استخدمه في كل الحاجات اللي هي ايه. لكن هو ده لاين. يبقى السؤال هاو تو الحاجات اللي تساعدني ان انا اخلص من الاسكر. اول حاجه سبونتينيوس دريسنج وده مش مستحب يتلغى خلاص. اثنين انزيماتيك ديبرايدمنت. ثلاثه سيرجيكال اكسجين.
القانون العام دلوقتي في البير هو early term decision and stay graph is the standard of care for food sickness learning. ده القانون. خلاص؟ كل قانون ليه ايه؟ ليه exception. هنا الاكسبشن بتاعي ايه؟ بس الحاجة الوحيدة. الحاجة الوحيدة. ان العيان متبرج ما تعملوش الاستوسين كويس العيان ده دخل فرينا فيلير دخل في الاستارات الفيلير دخل بدخل دخل فهنا بنحسب بينفيت وريسك ماشي لكن لو انا دخلت العيان ده خد عمل له الاستوسين كويس جنرال كونديشن بتاعته كويسه خلاص يبقى انا ماشي ايه على طول على ايرلي سيرجيكال اكسيجن. السيرجيكال اكسيجن of the burn tissue أو of escar removal لي طريقتين. الطريقة الأولية اللي هي early surgical incision and graft. الطريقة الثانية اللي هي delay. delay إن أنا استنى عليها أبدأ فيها أفكر فيها بعد أسبوعين. أول حاجة اللي هي early incision. ده بيتعمل منين؟ من 3 لـ5 أيام. في ناس تانية بتقولك من يومين. ده بيتوقف على إيه؟ على تصليح الجنب. The early stage excision should begin on the third day. معظم التكست كان من 2 لـ4 أيام. Of best post burn of for major burn that are clearly from sickness. خلاص. دي متشخصة ان هي دي البيرن. بعمله ستيج امتى؟ ستيج بعمله امتى؟ في اللي هو الاكستنسيف بيرن. بعمله في الاكستنسيف بيرن ما بخشش اروح شايل كله لا بعملها على على ستيجز. وان شود اوبريت as soon as the patient is stable enough and certainly before the wound is grown. يعني ايه الميزه بتاعه الايرلي اكسيجن؟ الميزه ان انا ده التشو لو سبته اكتر من 4-5 أيام على طول بيبقى كولونايز بيبقى مليان اورجانيزم بيبقى انفكت. حتى لو انا عملت اكسجين يبقى البيد نفسه بوتنشال انفكت. خلاص؟ فاذا الايرلي اكسجين من الجراس هو ده الجولد ستاندرد الوقت بتاعه من 2 لـ4 أيام واللي بيخليني اقول 2 ولا 4 أيام هو الجنرال كونديشن اوبزرفيشن. العيان ويل ريسوسيتيتد الدنيا كويسه الكدني شغاله كويس اليورين اوتبوت كويس البالس بلاد بريشر كل شيء العيان ستيبل خلاص ادخل اعمل السيرجيكال اكسجن. Early surgical excision to remove the burn scar has proven to be benefit. ليه benefit؟ البنفيت بتاعته ايه؟ اول حاجه بشيل السورس اوف انفلاماتوري ميدياتور. التيشو ده مليان انفلاماتوري ميدياتور بروستاجلاندين وهيستامين سيروتونين خلاص. وفي حاجات تانية مش عارف تشوف البروست فاكتور ايه بي في حاجات كتيرة قوي كل دي مليانة كل ده بيروح للسيركيوليشن. انا لما اعمل كده انا بشيل السورس نمرة 2 بشيل البوتنشال سايت اوف انفكشن خلاص. فبالتالي انا بقلل فرصة السيبسيس بقلل المورتاليتي بقلل الهوسبيتال ستيج بقلل الكوست ماشي. وجدوا بعد كده كمان ان هو بيصلح لي او بيقلل الانسيدنس اوف هايبرتروفيك سكوليوزيس. يعني عملوا ستاديز على عيانين سابوه غيروا عليهم لمده شهر شهر ونص حطوا لهم جراف وعيانين ايميديت اكسيشن اند جراف وعملوا كومباريزون للووند بعد كده لقوا الانسيدنس اوف هايبرتروفيك سكار في الايرلي اكسيشن اند جراف احسن من اللي احنا قلنا عليها في الاول ان احنا ما نسيبش العيان فتره. احنا عندنا اقصى 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 حاجه 28 يوم. انا عشان لازم اخش اعمل على طول اعمل جرافت والا والا السيكونس بتاعته هيبقى هيبقى تروبيك حد ايه اللي ايه اللي عملت جرافت. طيب احنا قلنا التايمنج اوف سيرجيكال اكسيجن اوف ذا جرافت دي ايه اللي هو الايميديت او الايرلي كده اللي هو من 2 لـ4 أيام واللي بيحكمني فيها ايه؟ الجنرال كونديشن اوف سيرجن. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الديليت سيرجيكال اكسيجن اوف ذا اسكارفيش دي بتتعمل بعد اسبوعين خلاص. دي ليها ليها انديكيشن او ايه اللي خلاني ان انا استنى الاسبوعين دول؟ زي ما قلنا في الاول
ان انا انداوت طفل عندي جاي 30% انا شاكك الحته دي ديب ولا دي ديرمال. لا في الحاله زي كده ماشي كونزرفاتيف لغايه بعد خلال اسبوعين هيبقى بقى الاعمى هيشوفها الاعمى هيشوفها. ففي الحاله دي اخش اعمل اكسيجن كده مش هظلم اللي هي السكند ديجري خلاص. طيب ايه طرق الاسكاركتومي ازاي اشيل الاسكاركتشن؟ ليها طريقتين. ليها الطريقه الاولانيه اسمها تانجنشال اكسيجن اوف اسكاركتشن. تانجنشال يعني ايه؟ يعني لاير باي لاير زي ما اكون بقشر كوسه كده ماشي لاير باي لاير. يبقى التانجنشال اكسيجن وده اكتر طريقه بتستخدم اللي هي التانجنشال اكسيجن. دي بنعملها بايه؟ بسكينه التليه سكينجر نايف او الدرماتوم سواء كان اير او الكتريك. ان انا اشيل لاير باي لاير. اعرف امتى ان انا وصلت للهيد تيشو؟ لما الاقي فيه بيتيكال هيموريج ماينيوت كابيلاري بليد. يبقى كده معناها ان انا وصلت للفايبل تيشو. اوكي؟ يبقى دي اول طريقه اللي هي اسمها ايه؟ تانجنشال اكسيجن. عيب الطريقه دي ايه بقى؟ ان فيها بلاد لوس عالي جدا جدا. ففي حاجات بنعملها تو جارد اجينست البلاد لوس. زي ايه؟ زي ان انا استخدم سلاين ويز ادرينالين باكس سوق بيها واستخدمها زي ما بنستخدمها في حالات ان نعمل شيفنج او كيوريتري جرانيشن يقلل لي الانسنس بتاعت البليدنج. نمرة اتنين لو عيان ده سيركمفرنشال موجود في لينك اقدر ان انا احط تورنيكيه. في الحاله دي ممكن ان انا استخدم التورنيكيه. عيب التورنيكيه ايه؟ عاوز اكسبيرينس. عاوز اكسبيرينس عشان الجراح يعرف ان هو وصل للهيبس تيشو ولا لا. تمام؟ لكن ده من ضمن الطرق ان انا اقلل بيها البليدنج. طب حته ما ينفعش ان انا اعمل فيها تورنيكيه. ممكن جدا ان انا اعمل ايه؟ انفلتريشن بسلايد ويز ادرينالين. زي التيوميسن سوليوشن. الحاجات دي كلها تقلل لي البليدنج. تقلل لي البليدنج. لان الاحصائيات اللي اتعملت لقوا ان الصمت المربع عشان تعمل له اكسجين بيفرض صمت بلد. صمت بلد. فعيب الطريقه ديت اولا كوزموتيكالي احسن. كوزموتيكالي احسن. ولو معمول على حته سيركمفرنشالي احسن. العيان ده ما يحصلوش ايه؟ لينفديما. خلاص؟ بس مشكلتها ايه زي ما قلنا؟ ان فيها الفول سيكنس اكسجين بقى النوع الثاني ان انا اعمل فول سيكنس. ده فول سيكنس بعمل ايه؟ برجلها بالمشرط لغايه الفشل. كده البليدنج اقل ولا مش اقل؟ كده البليدنج اقل. بس عيبها ايه؟ ان انا لما بنزل بروح شايل حته سنتي ونص 2 سنتي 3 سنتي حسب السكنس. لو في الفيس انا كده بوظت الدنيا مش كده؟ لو بقى حته سيركمفرنشال وانا عملت فول سكنس اكسجين فالحته دي كلها نزلت عن اللي فوق وعن اللي تحت حاطين جراف كده انا خلقت الدم اصبح ديستال ليها في ايه؟ في الانفديما وسويرنج مومنت. خلاص؟ يبقى التكنيك اللي انا بشتغل بيه عشان اشيل الاستفنيشن نوعين يا تنجنشال اكسجين لاير باي لاير يا اما فول سكنس اكسجين لغايه الفشل. ادي اكزامبل لحاله ايه؟ اكسجين وجرافيك. طيب الليمت فور سيرجيكال اكسجين اوف ذا. هل انا ادخل امسك العيان عند 40% دي بيرن اروح داخل شايل 40%؟ لو انا شلت له 40% انا دخلت العيان في ايه؟ دخلته شوك. دخلته شوك مش كده؟ معظم الكتب قايله ان هي لو حته واحده كامله بنسبه تتراوح من 15 الى 30 يو كان دو ات ان وان ستيج. في ناس ثانيه ريستريكتد على 15% ماكسيمم ما تشيلش اكتر من 15%. سواء هتعملها الحته دي او هتعملها على
على ستيجز. فين هتبقى لينكد ليج اكتر يعني؟ ليها عوامل كتير بقى. لا ده جنرال. اه جنرال. لا الحاجات دي كلها بتتغير جنرال. يعني في واحد انا اعرفه كان في سنتر في المانيا بيقول لك لغايه 50% بيخش شلول ان وان سيشن. بس ايه بقى؟ 17 18 كيس دم اي سي يو محترمه و و و و فدي سنترز متخصصه في الدم. وكان عنده بريميوم من جديد. عندنا احنا بقى بالنسبه لنا عشان الوضع اللي موجود عندك هنا خلينا رينج 15% الى 20% ماكسيمم ودي مساحه كبيره. يعني لما اقول لك ان انا بعمل ميديت اكسجن اند جرافت بنسبه 15% عارفين يعني ايه ولا مش عارفين؟ يعني يعني واحد من اول الرقبه لغايه بطه كلها مش كده؟ بس مش معنى التوتال بودي اريا. اه كله كله توتال بودي اريا خلاص؟ او درعين كاملين سيركمفرنشن دي مساحه رهيبه. يعني انت عشان تعمل بلم 9% دي مساحه كبيره عشان تشيلها توتال سواء تنجيشن او بوتسيكس خلاص؟ طيب لو انا العيان ده عنده 40% دي بدير فيمكن هقدر اعمله مره واحده فهعمله على ايه؟ على ستيجز. ايه البرايورتيز؟ في برايورتيز ابدا بيها؟ اه طبعا في برايورتيز ان انا ابدا بيها. اول حاجه الهامس والامر لين هامس عشان الفايب مومنت هو اللي هيشتغل بيها ويعمل بيها. اللور لين بعديها التشيست والباك الفيس دايما الفيس الفيس دايما ما بتعملوش ميديا اكسجين اند جرافت الا لو شور 100% ان انا دي بيرن. تمام؟ معظم البيرن اللي بيجي في الفيس حتى لو كيميكال حتى لو ممكن جدا تلاقي نص البيرن ده سكند ديجري. فده انديكيشن في ان انت تبدا كونزرفاتيف تريتمنت لغايه ما يعدي 10 ايام اسبوعين ويبان تماما الحته اللي هي الدنيا. تمام؟ عندنا الفيس يبقى اذا الفيس ممكن جدا ان احنا نخليه ديلي على اساس ما نظلمش الفيس كله. الحته الثانيه المحدوده. في عندنا حاجات بقى مثلا في السيتي سكان في الاي لينس. يعني ده اخش على طول تعمل له اكسجين لان انت كده هتعمل ايه؟ ريتكشن. معظم الكتب اللي هي العاديه ان هو الليمت اكتر من 15% من السيرفس اريا ما تعملوش اكتر من 15% او ما تديش اكتر من 4 يونت اوف بلاد. طبعا اللي بيدي ال 4 يونت ال 3 يونت مين؟ بتاع الانتنسف كير بتاع التخدير. تمام؟ فالمفروض ان هو بتاع التخدير لو شغال في سنتر بيعمل الحاجات دي بيبقى عارف بيجي هو اللي بيظبط العيان عشان يعمل هيموستيزيس او هوميوستيزيس في البودي بتاعه ان هو بعد المرحله الرابعه هو بيقول للدكتور التخدير ستوب. فاذا القاعده العامه ان هي 15% او مور نوت مور ذان 4 يونت اوف خلاص. شايفين هنا بقى الببلشت استيميت اوف بلاد لوسز شيف ذا كيت بيرن ريشن ار رينج اوف 3.5 5 سم اوف بلاد for every 1% of good surface area exercised. شايفين الكمية عاملة ازاي؟ يعني الرينج هتكون ايه؟ بيبقى 3.5 الى 5% من البلاد فوليوم لكل 1%. 3.5 دي كتير قوي. ايوه يعني 5% من البلاد البلاد فوليوم قد ايه؟ 5 لتر. اه يعني نفترض انا خمسة لتر. اه خمسة لتر هاخد انا 5%. اه يعني كام؟ يعني نص لتر. لا مش نص لتر. لا مش نص لتر. 25% لو انا التوتال فوليوم كان 5 لتر 5% منهم كام؟ 10% 5% يبقى 5% 250 سم 250 سم لكل 1%. هو كده ما هو كده. لا 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 في حاجه غلط. يعني ممكن ملي حضرتك حاسبها ب 100. لا مش ممكن مستحيل ابسولوتلي ابسولوتلي خلاص بس 5% كتير قوي. انا بتكلم على البودره محمد عارف 5 سم ماشي
ده 5 سنتيمتر ايه؟ او 5 سنتيمتر شايف ده العيال بيتعمل على 50 دقيقة تعب 250 دقيقة ده كتير قوي يعني كل واحد بيدخل في المية كتير قوي ده انا موجود في الاتريتش التاني بقى اللي قال لك ايه بقى اللي هو يعني بصوا بقول لك ايه بقى هو سنتي 1 سنتي بير سنتي مربع حلو اه خلينا في البالغ الثاني هو بيمثل كام برضه هو 1% بيمثل كام 1% كام في كام ما عشان ده حاجه ده ممكن يكون 10 مربع اه هنا بالصد المربع ماشي ده ب 10 سم يبقى 100 سم ده 10 سم مربع هو 10 و10 يبقى المساحه دي قد ايه 100 سم مربع يبقى هيدي 100 سم يبقى اذا عشان اشيل 1% 1% هتكون كام 160 سم تمام هي دي المعادلين دول انا موجود في الاتش يا اما السنت المربع بيفقد سنت السنت المربع حطوا شنطه عندك حطوا ايش او ان الرينج من 3.5 ل 5% او جرنات فوليوم لكل 1% من كل سنت هي المشكلة في مين؟ المشكلة في مين؟ مشكلة في الدكتور التحليل اللي هيعمل يظبط الجينات بعد النزل الليتريتشر هو اللي موجود في الكتاب اللي موجودة فيه العلم بيكسبها 1% 3 سنتي ل 5% من التوتال سيركيليشن فوليوم بيكون 1% من البولي سيركيليشن أو كل سنتي مربع يشيله يفقد 1 سنتي ماشي؟ لا الموضوع كبير طيب احنا دلوقتي شيلنا الاسكار تيشو عملنا له اسكاريكشن عند الرؤيه دي هنعمل لها ايه؟ يعني تشوف بيه جراف الجراف اللي بتستخدم طبعا بتبقى سبليت سيكس اللي هي بيسموها ايه؟ التيرشيز دي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو لو العيان عنده دونر اريا هنقدر نعمل فيها سكين جراف اوكي لو العيان ده دونر اريا بتاعته قليله فبالتالي انا هضطر ان انا اعمل ايه ميشن للجراف انا اخرج من الجراف عشان اوسع ايه او ازود السيرفيس اريا بتاعتي لو العيان ده ما عندوش دونر سايت يكفي قلناها قبل كده ان احنا بنضطر ان احنا نستخدم ايه؟ الحاجات اللي هي البيولوجيكال دوز ماشي؟ لو ما فيش اهو انسى لو ما فيش انسبتيشن بتاع غير سنس بتاع السكين في الدرجه بصر سنس بتاع السكين جراف عندنا السكين جرافت عشان تجاوب على السكين جرافت نقول له السكين جرافت نوعين في فاكشر سيكنس ريد سيكنس وفي فول سيكنس ده يفرق السكين جرافت عندها البارشر سيكنس خلينا في البارشر سيكنس ايه قد ايه
الليبل بتاعه بس الفول سينس اللي معروف ده تقريبا هو بيتقسم 3 18 على 1000 من الاتش والسن سن دراش 6 على 1000 على الاتش مش هتدوروا عليها تقدر فرض الدروع اصلا سجلات طبيعي طب لكن انا عندي الدكتوره معانا ولا ايه امتياز امتياز احنا السكين جراف ضايق السكين بتاعنا كام لا انا بسالكم بقى انتوا في الدكتور مصر ما انتوا واخدين ده انتوا واخدين امتحانات ده المفروض الحاجات دي والله دي بيزي طب انتوا بتجيبوا امتياز طب انت جبت عند النقطه دي و طب انت جبت كام يا خبر ابيض طب انت ولا جبت طب انت جبت كام 25 ايه 25 سم 25 كيلو امال ايه اللي مش عارف اسميه والله مهمه والله السكين عليها رقم 25 على رقم الرقم ده مهم الرقم ده مهم في ايه في ايه في مهم في ايه الرقم ده اصلا عشان هاخد قد ايه ما ناخد قد ايه كام بقى يا سكين ولا ماشي عليها رقم بالمنزل لا ماشي عليها بيقول عليها لما نقط كده 1 2 3 4 لا عليها رقم يا دكتور السكين عليها رقم السكين السكين ده بتسوي كام السكين ده بتسوي كام لا 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 السكين والله هو يعني او بوينت كذا ماشي ده السكيب بتاعنا كل ما بنزود سكيب بنزود الرقم ده كل ما بنزود سكيب بنزود الرقم ده ماشي لو 25 من 100 من 100 25 من 100 من 100 خلاص لان احنا كل 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 ده كل جريد من الجريد دي احنا بنزود ربع مللي ربع مللي بيزيد معانا ربع مللي خلاص كده ده سؤال والله والله سؤال مهم هتسألوا بالمصدر هتسألوا بالمصدر واللي مش هيجيبه هيصدر انتوا عارفين لان مش عشان حاجه خاطر حاجه والله يكرمه بس يا جماعه احنا مش احنا بنقدر ليه؟ بنقدر يا جماعه المهم الموضوع والله مهم انتوا ازاي اصلا بنستخدم مش عارفين السن بتاع السكن اللي بنستخدمه وانا بستخدم سكن ليه؟ انا بقول سك وسن ليه اصلا؟ ليه؟ انا بستخدم احنا مش هنتكلم في الانديكيشن في فرق واحد بيشتغل احنا بنشتغل بسكيل وفرق واحد بيشتغل بالاكسبيرينس انا ممكن افتح السكيل على الاخر واخد واخد ديريتين جراف ماشي لكن انا بتكلم على ان الطبيعي ان انا كل سكيل معمول عشان السكيل عشان كده هو محطوط السكيل عشان كده بس عشان خاطر انا هعرف ان الحته السكيل بتاعتي كانت قد ايه انا بشبوه ما نعرفش هو قد ايه بس انا لما كل جري كل درجه بفتحها بيساوي الرقم اللي انا بقى خلاص يعني كل اربع مرات انا خدت 1 مللي خلاص 1 مللي سكين 1 مللي يعني كل واحد ترى الله بقى يلا طيب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الكالتشر كلادمونسايت طبعا الموضوع بتاعنا عشان نكمل موضوع البير هو 50% اكسجين الدرمز تيشو وال 50% الثانية ايه؟ ان احنا نحط سكين جرافت هناخد سكين جرافت كده سريع ديفينيشن يعني ايه جرافت؟ يعني ايه سكين جرافت؟ سكين جرافت هو involve free transfer of skin from one part of the body to another part independent of its body ماشي؟
الديفينيشن الثاني اللي هو الفلاب. الفلاب هو ترانسفير اوف تيشو من وان سايد للنظر سايد بين ذا برنسبل. يبقى ده الفرق بين الجراف والفلاب. التايب اوف جراف فيه زي اللي احنا قلناها معهم ثلاث حاجات. فوتوجراف يعني ترانسبلانتيشن فروم ذا سيم انديفيديوال مني ليا. الوجراف او الهوموجراف من شخص لشخص ذا سيم سبيتش يعني من راجل لراجل من كلب لكلب من قطه لقطه. ده اسمه ايه؟ هوموجراف. زيلوجراف ده ان انا اعمل ترانسبلانتيشن بين ديفرنت سبيشيز. اخد من الخنزير احط البنات. ده اسمه ايه؟ اسمه زينوجراف. خلاص وده الديفينيشن بتاع الجراف. السكين جراف بتتركب لو خدته من الخنزير وركبته من الادب ومسك ايه الوضع؟ الخنزير؟ مش هنا بتاعت الخنزير يعني دلوقتي مسك تبقى شوفه منين؟ والله شوفه من الادب. السكين جراف بتتركب من الابيديرمس ده لازم زائد فاريال امام من الديرمس. خلاص؟ بناء على النظريه ديت يبقى السكين جرافت اللي انا باخده حاجتين يا اما سبريت سيكنس يا اما فول سيكنس. سبريت سيكنس بالنسبه لنا معناه ايه؟ الديرمس وجزء من الديرمس. مش كده؟ زي الصوره اللي فوق اهي. اللي عندي الهير فوليكل سبيشيس السويت موجود ولا مش موجوده؟ ده يحصل له بيساليزيشن ولا ما يحصلوش؟ ده يعتبر اكنه ايه؟ اكنه سكند جري جراف. تمام؟ فول سيكنس سكين جراف يعني معناه ان انا شايل فول سيكنس اوف ذا ديرمس اند ديرمس. يحصل له هيلينج؟ ما يحصلوش هيلينج. لا يحصلوش هيلينج. لا ده دي الدرم بقى. ده هيلينج الدرم. عشان كده لما تشيل الفول سيكنس حاجه من الاثنين. يا اما تنزل مكانه دايركت يا اما تحط مكانه سبريت سيكنس. خلاص؟ يبقى دول نوعين بتوع الجراف. السبريت سيكنس كين جراف اسمه ايه؟ اسمه كيرشز جراف. خلاص؟ ده بيحتوي على الابيديرمس وبورشن من الديرمس. ده ممكن يكون بينفين او يكون سك. شايفين؟ ادي السيكنس بتاعه. السن 6 على 1000 من الانش، التك 18 على 1000 من الانش. الفول سيكنس اكتر من ال 18. خلاص؟ باخدها بايه؟ بالنسبه للسبيت تتاخد بايه؟ يا اما بالسكين جراف نايف او بالدرماتوب او الدكتور ايمن بيشيلها بالمشط. ماشي؟ بس ماشي؟ طيب الدونر سايد اخده منين؟ مش غلط بس انت بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش اخدها بالمشط. انا ممكن لو عملتها بمشط اخد الفات معايا. هي دي عاوزة اقعد بالراحة. خلاص؟ عندنا السبريت سيكنس الدونر سايد اخد منين؟ اخد منين؟ تاخد من اي مكان في الجسم. اي مكان في الجسم. ايفن السكالب. ايفن السكالب. بتاخد منه. خلاص؟ طبعا بالسكالب ده البيست سايت على فكره البيست سايت للبيست سايت للفيس للكوزموز. بيبقى قريب جدا للدونر. هو السكالب. يعني بيست سايت ولا السكالب. طيب الدونر سايت يحصل له ايزوليزيشن ولا ما يحصلوش؟ هو ما يحصل له ليه؟ لانه نفس النظريه بتاعت الباب. نفس النظريه بتاعت الباب. ويحصل لها هيلينج خلال الاستعمال. ايه الادفانتج بتاعت السبريت سيكن سكين جراف؟ اولا التيك بتاعته حلوه. التيك بتاعته سريعه. رابد وسبوتينيوس هيلينج للدونر سايد. هاخد اي مساحه. ممكن اخد مساحه كبيره. ماشي؟ واعمل لها ممكن ادبرها عن طريق ان انا اعمل لها مشي. الديس ادفانتج بتاعته ايه بقى؟ باد كوزموتيك ابييرنس. الكلر ماتش بتاعه دايما بيبقى هايبر من المان. دايما. خلاص؟ عشان كده ما بيبقاش سوتر من الفيس. ليس ديورابل. عشان كده ما بيستخدمش فين؟ في الاماكن اللي فيها بريشر زي البال والسول. لايبل فور كونتراكشن مع الطايب. مع الطايب. السنسيتيف بتاعتي قليله. ده الديس ادفانتج بتاعته.
الفول سيكنس اسمه ايه؟ اسمه وولف جرافت. تمام؟ ده بيحتوي على ايه؟ كل الابيديرمس والديرمس كله. بيتاخد بايه؟ بيتاخد بالبليل. يحصل له هيلينج الدونر سايت او ما يحصلوش؟ ما يحصلوش. عشان كده لازم يا اما اقفله يا اما احط جرافت. السايت اللي قلنا السويت سيكنس اي مكان في الجسم. الفول سيكنس لا، ليها ليه سبيشال سايت. اشهرهم ايه؟ الاي ليد بالذات الناس الكبار ده دونر سايت حلو. بوست اوريكولار ده اللي مشهور قوي. الجراين سوبرا كلافيكولار ريجن كل الاماكن دي ليها. او ان انا ممكن اخدها من مثلا ابدومينو بلاستي، اخد الفول سيكنس ده الابرون اللي انا شلته، اخد السكين جرافت منه. ودي من دون في ناس كتيرة بتعمل ريكونستراكتيف بروسيدجر تبقى محتاجة سكين جرافت فول سيكنس وبتعمل العملية دي معاها وتاخده ده كجرافت تستخدمه في نفس العملية. الفول سيكنس قلنا الدونر سايت مش هيحصل له هيلينج، فلازم ان انا يا اما اقفله يا اما احط سكين جرافت. الفول سيكنس جرافت السوبيريور في السبليت سيكنس لانه ايه؟ لانه نفس مواصفات السكين، الكالر ماتش بيبقى قريب قوي، ده الادفانتج بتاعته. البيتر كوزموزس مور ديوربل ليميتد كونتراكشر وممكن يبقى فيه سنسيشن احسن من السبليت سيكنس. الديس ادفانتج بتاعته التيك بتاعه اصعب شويه من الايه؟ اصعب شويه من السبليت سيكنس. الديس ادفانتج بتاعته ليميتد سايز، ما نعرفش ان انا اخد مساحات كبيره. ماشي؟ لان ما بيحصلش ايه؟ سبونتينيوس هيلينج للدونس. ايه هو الجرافت تيك؟ الجرافت تيك ده البروسيس اوف جرافت بينج اكسبتد ات ذا ريسيبيان سايت از كولد جرافت تيك. ماشي؟ يبقى لما نختصر الموضوع وتسالنا رساله يعني ايه جرافت تيك؟ تقول له هي البروسيس ان انا زرعت جرافت وخدت فاسكولاريزيشن بقى جزء من الجسم، ده اسمه جرافت تيك. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الريفاسكولاريزيشن. خلاص؟ السكين جرافت ده بيمسك ازاي او بيعيش ازاي؟ بيمر باربع مراحل. ده مهم جدا. بيمر باربع مراحل. اول مرحله اللي هي الادرس، ودي سببها ايه؟ الفايبرين اللي بيطلع من البليتلت والستراكت بليتلت. الفايبرين ده بيعمل اديجن منه، وده احنا خدنا النظريه دي ورحنا عاملين بيها الفايبرين دول. احنا نعمله ارتفيشال ونعمل نساعد بيها الجرافت ميتريكس. فاذا اول مرحله اللي هو ادرس عن طريق ايه؟ عن طريق الفايبرين. المرحلة الثانية باي بلازما انديفيشن، ودي بتبقى أول 24 ل 48 ساعة. البيد اللي أنا بتحاته ده اللي موجود ده كله بيقوز إيه؟ بيقوز بلازما. مش كده؟ الفكرة هو بيعيش إزاي؟ سكين جرافت بيعيش إزاي بقى؟ في الفترة اللي هي ما بلاش بتخش واحد اسمها بلازما انديفيشن. أيوة بلاش بلاد سبلاي يعني. يعني هي بلاش بلاد سبلاي فبتعيش على البلازما انديفيشن. خلاص؟ خلال المرحلة دي بتلاقي الجراف من الانبيبيشن اللي شربته من البلازما بتلاقيها سوولن والويت بتاعها بيزيد شوية. لأنها إيه؟ شربت بلازما. المرحلة التالتة بيحصل ريفاسكولاريزيشن اللي هي بيسموها انسكوليشن. دي بتبدأ من 3 لـ5 أيام وبيقعد كله كده من 3 لـ7 أيام. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن من البيض اللي موجود تحت ده نيو كابيلاريز، الكابيلاريز اللي موجوده فيه دي بتطلع تو انفيد اند انستموز مع البلاد سبلاي اللي موجود في الدرس. وبعد 5 أيام إلى 7 أيام بتلاقي في سيركيوليشن وعملوا اختبارات تيست ليها للمسيرين بلوز سببات لقوا ان فيها نورمال سيركيوليشن. الليمفاتكس بترجع بس بتاخد وقت اطول من البلاد سبلاي. المرحلة اللي بعديها المرحلة الرابعة اللي هي اسمها ريموديليزيشن. دي بتبدأ بعد 7 يوم. دي بيحصل تغيرات بقى جوه الجرافت نفسها. يعني ايه؟ يعني الابيديرمس يحصل له هايبريزي هايبرفريزي. بيحصل ريجنريشن في الابيليكس الاستراكشر اللي هو السيبولاند والسبيشيز جلاند والهير فوليكل. يحصل ري انرفيشن. ماشي؟ يحصل فيه هايبر اكتيفيتي في البيجمنت سيلز. ويحصل فيها الكونتراكشن اللي هو السكند كونتراكشن. خلاص؟ يبقى ده الستيج ازاي الجرافت بتعيش.
طب عشان الجرافت دي يبقى فيه جود او سكسسفول سكين جرافت يحصل لازم عندي ثلاث حاجات. اول حاجه جود باسكولار بيت. نمرة اتنين مفيش اي عازل بين الجرافت وبين البيت. زي ايه؟ زي الهيماتوما والسيروم. نمرة تلاتة ما يبقاش فيه اي حركة بين البيت وبين الجرافت. يبقى ثلاث حاجات عشان تنشور سكسسفول سكين جرافت. جود باسكولار بيت وزود انفكشن. مفيش اي عازل بين الجرافت وبين البيت عن طريق ما فيش هيماتوما او سيروما. مفيش اي حركه بين الجرافت وبين البيت، لان لو في اي حركه موجوده الكابيلاريز اللي طالعه عشان تمسك دي هتقطع منها، فبالتالي مش هيبقى في سيروما. يعني جاري عملت عيان حطيت سكين جرافت ماشي. انا المفروض عندي في الفيز بتاعك ان انا خلاص ان هو التيب بتاعي خلاص كومبليت على 7 ايام تمام. انا لقيت 10 بقى يوم ياسمين لقيت في ايه؟ بدا يحصل بول كده. بول على الكلام. صلاه؟ صلاه انت بتفهمها ولا ايه؟ والله صح. طيب. بدا يحصل بول على الكلام. تمام؟ ايه المشكلة اللي احنا قلناها في الكلام دلوقتي. عشان ما صدق ما احنا قلناها دلوقتي. طيب السيركيليشن بتتكون لغايه من 5 ل7 ايام. ده سيركيليشن يعني 10 يوم. ايه سيركيليشن؟ يعني ارتيريال وفينس. 10 يوم 10 يوم 10 يوم جيت في عندي ايه؟ بدا يحصل عندي بول كده. لقينا في بول موجود شويه دي معناها ايه؟ شويه دي قول يا جماعه مش مثلا اسمه مثلا صلاه سبيسيفيك يعني ده الدراع والله حاجه حاجه مهمه. ايوه مهمه جدا. ليه بقى بدا يحصل عندي حته الدراسات دي في مكان المكان الهولي ده تمام؟ الهولي دي لازم اعرفها. بدا يحصل في التيشو تاني تمام؟ مع ان مشاكل دلوقتي كويسه جدا جدا. ايه اللي حصل بقى؟ ده اللي حصل في الفتره دي. ايوه بس انا مش فاكر. لا هو عندك انت الفاكر ده اتكون ولا لسه الفاكر؟ اصل سؤال عادي سؤال امتحان سؤال عادي. احنا بنتكلم في كده لسه ونص. انا لسه في اسئله كتير بس انا مش عارف انها كده. الموبيلايزيشن مش يعني ايه؟ طيب تعرف حاجه اسمها الديسبوزومال كونكشنز؟ الجنكشن اللي هي فيها تايت جنكشن وادهرنت. لا 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 تايت وادهرنت. تايت وادهرنت جنكشن اللي بين السيلز بودي. انا بقى بيحصل هو المفروض ان الديسبوزومال كونكشنز اللي بتبقى في الفتره دي تمام. اللي بيحصل ان في تايب اوف شير بيحصل. تايب اوف شير يعني ايه؟ ده بيسبب بقى عيان بيحرك ايده اجريسيف عيان مش عارف ايه يعني خبط عمال الكلام ده بتاع ان بيحصل اصلا رابشر للديسبوزومال كونكشنز. فبترجع تاني تفصل الجراف يعني تفصل الجراف في الثاني. الديسبوزومال كونكشنز دي هي ده السبب ان بيخلي لي ان الجرافت اصلا كده كده ماسكه ان السكريبت ما بتحصلش كومبليت. الروماتيك ديزاين بياخد وقت طويل جدا بقى على بتاع ماسكه كويس انما اللي بيخليني ماسك بقى ده انا عم معلقه بحاجه ان انا اصلا معلق البتاع في حاجه هي اللي هي اسمه زون كونكشن. خلاص؟ ارفع فين خلاص؟ برضه من ضمن الاحظاظات بتاعتها ان هو الميكانكس ما بتتكونش بري ممكن جدا تلاقي فيه بس يعني ايه احنا مني احنا بس بنتكلم ان انا بص بعد فتره ممكن الاقي الجرافت وسط ليه دوست برضه يعني دي طيب عشان احنا قلنا عشان يبقى فيه ولا بس شوف سكسسفول سكين جرافت. عشان يبقى فيه سكسسفول سكين جرافت قلنا اول حاجه لازم يكون جود باسكولار بيت. جود باسكولار بيت بيبقى مواصفاته ايه؟ ان هو يكون فيه هيلثي جرانيشن تشو. جرانيشن تشو دي بتبقى ريد تبقى فلات تبقى باسكولار دونت بليد ايزلي ماشي.
انت لو جيت على الجليش تشي كده ولا مستقى كده انت بالجليد ده مش معناها احنا كويس ده معناها هي فيها انفكشن ومهم قوي ان يكون free from covering biofilm ده الجود vascular bed. النقطة التانية ما يكونش عندي exposed bone ولا exposed tendon لان انا لو حطيت برفت عليهم مش هتمسك هتمسك بشروط يعني بشروط لكن في الاحوال العاديه ان انا عيان زي مثلا ده الكتريك بيرن في الاسكالب ده المفروض ان انا بالمنظر ده كده مش هيحصل له لو انا حطيت برفت مش هتمسك ممكن اعمل بقى سكورينج في البول بحيث ان انا يبقى في بلاد سبلاي وتمسك البرفت ايه بقى اللي عندي البويز اللي في البودي ان انا معلش يا دكتور ايمن معلش هو سؤال دكتور اللي فات هيبقى نقول ايه كروموزوم رابشر ولا تبقى ايجابيه؟ ايه اللي عندي البونز اللي عندي اللي عاود ان انا اعمل دايركت سكين رافت عليها؟ كنسلس ده كنسلس بون ده اي اي وانا عندي اثنين سيجمو اثنين بون سيجمو موجودين في البودي احط عليهم اثنين سكين جراف طيب موجودين في كتب مش تاليف يعني طيب نقراهم برضه عشان ما نقراهم عشان نرجع دول مره ثانيه من غير ما اعمل ديكورتيكيشن وزود ديكورتيكيشن عشان ما يقراش لا طيب لا والله موجودين والله موجودين وروب في جرام اندسنس ما تقولش عليه. طيب قلنا عشان الجراف تمسك لازم يكون في عندي ايه جود باسكولار بيت. الحاجه الثانيه ان ما يكونش في كونكشن بين الجراف وبين البيت اللي هي السيروما والهيماتوما. دي من احنا بنعملها عن طريق ان احنا بنعمل جود هيموستيزس بعد ما بنعمل كونكشن في الشيشو وبنعمل مالتي ستيتس كده في الجراف بحيث اي سيروما موجوده تطلع تروح. الحاجه الثالثه اللي احنا قلنا عليها ان ما يبقاش في اي نوع من الموفمنت بين الجرافت وبين البيت خلاص عشان ما يحصلش اي نوع من الموفمنت دي ليها كذا طريقه لو دي موجوده على حته سيركمفرنشال او فيلم ده ممكن ان انا اعملها كليب باندج خلاص لكن لو على حته موبايل او حته مش هينفع ان انا احكمها برباط ضاغط الحاله دي بنعمل حاجه اسمها التايب اوف خلاص طبعا لو موجوده الجرافت هتحطها على جوينت يفضل طبعا ان هو الجوان ده تعمل له سبليت. السكين جرافت فيلير. كوزز اوف سكين جرافت فيلير. اول حاجه عكس الكلام اللي احنا قلناه. يعني اللي جاب السؤال ده هو عكس الكلام اللي احنا قلناه. قلنا عشان يبقى فيه جود جرافت يبقى فيه جود باسكولار بيت. كده؟ هنا بقى عشان جرافت فيلير يبقى نمره واحد بور باسكولار بيت. نمره اثنين انفكشن. نمره ثلاثه سيبريشن بين بين وبين الجراف بين الهيماتوما او السوريوم. اربعه شيرنج ستريت اللي في موفمنت بين الجراف وبين البيت. الانفكشن طبعا امتى اقول ان الوون ده انفكتد؟ امتى اقول ان الوون ده انفكتد؟ في وون كونتامينيتد وفي وون انفكشن. الوون انفكشن يتقال امتى؟ يتقال لو عدد الاورجانيزم اللي موجود اكتر من 10 اس 5 اورجانيزم لكل 1 جرام من التيشو. يعني اخد تيشو كده جرام واشوفه تحت الميكروسكوب عد الاورجانيزم اللي موجود لو اكتر من 10 اس 5 معناها ايه؟ 100,000 اورجانيزم يبقى ده اسمه انفكتد خلاص؟ الحاجه الثانيه اللي بتاع الكوز اوف جراف فيلير اللي هو الهيماتوما والستروما وعرفنا ايه السبب بتاعها ايه الميكانيزم بتاعها ان هما الاثنين دول هيمنعوا النيوترينت عن الجراف لو ده بلاد نمره اثنين ان اي كابيلا طالعه عاوزه تخش في الجراف هتشوف وسط السبيس تمام الشيرنج اللي هي الموفمنت
طبعا بنعوضها او بنغطي على الحاجات دي ازاي؟ ان احنا بنعمل سوتشر، بنعمل سبلنت، بنعمل تاي اوفر، او بنعمل كومبريشن لو هي حته سيستم. طيب فرض ان انا عندي دلوقتي الدونر سايد بريشس قليل وعندي الرؤيه كبيره، فاعمل ايه في حاجه زي كده؟ حاجه زي دي استخدم حاجه اسمها الجراف ميشن. الجراف ميشن الغرض منه هو ان انا اعمل اكسبانشن وازود السيرفيس اريا بتاع الدور الريسيفر سايد. تمام؟ الميزه في الميشن دي ايه؟ ان هو الهيماتوما والسيروما هتبقى ممنوعه، ان انا الدنيا مفتحه اي حاجه هتبقى هتبقى. الميش ده بيتعمل ازاي؟ يا اما بالبليدز او بان انا افتحه بالمقص، او ان انا احطه في الماشين اللي هو ميشر واعمل الميش دي جراكت. ده هل ده السيتي كان موجود ولا لا؟ لا طبعا، بيبقى شكله مش حلو خالص، مش طبيعي، شكله عامل زي القشر السمك كده. هو اصلا هيلد سكندري، هو هيلد باي سكندري المسافه عشان دي هيلد باي سكندريزيشن شويه طيبه. لكن احنا مضطرين نعمله امتى؟ في حالات ان انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش سيرفيس كده. الاكسبانشن اللي احنا بنستخدمه طبعا حسب الحاله اللي عندي. لو انا عندي الدنيا مش محتاج مساحه كبيره قوي، ممكن اعمله واحد لواحد، واحد لواحد ونص، واحد لثلاثه. تمام؟ بكل ما اوسع المسافه كل ما يبقى الجراف تيك قليل، الفورس في الكوزموزس توحش. تمام؟ ده منظر الايه؟ الجرافت. البوست اوبرا تفكير في السكين جرافت. السكين جرافت دريسنج، انت حكم السكين جرافت دريسنج على السكين جرافت. بيبدا من اليوم الخامس للسابع. انا وانا نايم كان التعليمات اللي عندنا ان السكين جرافت تفك بعد 48 ساعه. تمام؟ طيب 48 ساعه دي في باسكولات كونيت؟ لا. الجرافي دي عايشه بايه؟ بالميشن. بشويه بالفايبرين، والفايبرين المفروض اكشن بتاعه راح. عايشه بالدلاسه. فكنا 90% من الجراف واحنا بنفكها كنا نطلعها بالدلاسه. بس ايه هذا ما وردنا عليه بقى انا. النهارده ممنوع فك جراف ثالث يوم. ثاني يوم كان بيكون الكلام فاضي. لان النهارده احنا عرفنا الباثولوجي والنورمال فيزيولوجي اللي بيحصل. انا عشان افك الجراف يا دوب في شويه كابيلاريز يبقى على الاقل خمس دقائق. فخلوها قاعده عندكم، لو انت مش كلين وون فكها على الخامس. لو كلين وون او انت عامل جود برايدمن وفي حته فاسكولار سيبها سبع ايام كمان. مع سبع او ثمانية سبع بس كده هيبقى بريماتيور. ده الحمل. يعني فاكرين الولد اللي هو بتاع الحادثه بتاع وشه دوت؟ ده عند فانا قلت لكم فكوه بعد قد ايه؟ بعد سبع ايام. هل ده كان كونتامينيتد ولا كان كلين وون؟ كونتامينيتد. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا جود برايتمنت ووصلنا ونظفنا و و و وسيبناه سبع ايام تمام. والله فكرتنا يا دكتور محمد سؤال تاني. الحته دي بقى بالمناسبه دي. دلوقتي لما يجينا عيان من الشارع. علي يا باشا ركز معايا عشان ما تعملش قريب هتصير اسئله كتير. رجع عين الشارع تمام. العيان ده اقدر اعمل له سكين جرافت ابني ولا ما اقدرش؟ يعني ولا هو الشارع؟ الشارع يعني عيان زي يعني كنت من ايه؟ كنت من ايه؟ ماشي ممكن يكون في كلب عضو هو تكنس دي بس. يعني لو جينا عندي في الشارع هنا اقدر اعمل سكين جرافت ولا ما اقدرش؟ ديبند على حاجات. اقدر اعمل دبريد مين؟ ديبند على حاجات. هل الباسكولاريتي كويسه؟ التيشو فايبل ولا لا؟ التيشو ان داوت لازم ان انا اعمل له كونزرفيشن. يعني اعمل دبريد مين واعمل له بتاع ده.
طب طب ايه الفايده بتاعت ان انا اعمل سكين جرافت بقى كده دلوقتي؟ انا نضفته وهعمل سكين جرافت. انا عملت له بلاش دريسنج تمام. لو مسك يبقى خلاص احنا كده ايه حلينا المشكله بدري. وغالبا بتمسك في حالات ايه بقى؟ العينه كنت بنيش صح؟ مش انفكشن لسه ما حصلش انفكشن لسه. فعين فانا عايز اقول لكم ان الفيفر اللي الدكتور احمد قالها برضه في وسط الكلام ان انا الفيري ثين جراف او الثين جراف بتبقى فيفر في حالات الكونتامينيشن. فيفر في حالات الكونتامينيشن يعني دايما لما تعمل يعني بمعنى ايه؟ خلي جراف ثين في كونتامينيشن اقدر احطها برضه وانا مطمن. وانا فعلا ما شفتش حاله من الحالات. يمكن عملنا حالات كتير تمام قليل قوي حصل لها فيلير. ممكن يبقى فيه بارشل نص حته صغيره دي بتشيل معاها بس خلاص. يبقى ده بص اوفر الكير بتاعنا ان انا افك العيان مش قبل 5 ايام ممكن بعد 7 ايام ممكن اسيبه ساعتها ممكن اسيبه 10 ايام. لو مثلا عندي كونتراكت نيك وعملنا لها شيفنج ورو اريا وكلين اوبريشن انا احط جراف واسيبها 10 تمام. النقطه بقى مهمه جدا ودي النواب ما بياخدوش بالها منهم. السكين جرافت لما بحطها وتهت ما اقولش العيان روح انت خلاص مشكلتك جراك. اي جراف تعمليها للعيان لازم فولود باي جارمنت لازم. والجارمنت ده بيبقى من 3 ل 6 شهور سبيشالي لو موجود على جوينت. اي جراف تعمليها وما تحطيش بعديها جارمنت بينتج عنها ايه؟ تلاقي الجراف حوالين منها هايبرتروفيك سكار على الايدج والكونتراكشر بتاعها والهايبر بيجمنتيشن. خدوها قاعده مفيش عيان يعمل سكين جراف وعلى الصاي وبوست ريم ولا انت خفيت. لازم العيان ده يتحط له تيوب جريب ضاغط عليه حطي حاجه سوسنج ايجنت عشان السكين جراف العيب بتاعها السويتنج فيها مفيش فيها سويتنج فتبقى دراي. فدايما تحطي حاجه تعمل لها مونشر ايفن فازلين ولازم بعديها الكومبريشن ده لازم. دي نقطه مهمه جدا ودي مش عندنا بس عندنا في كل الجامعات. مجرد ما عيان خف ومشكله تلاقيه تروح لا ما تروح هيجي لي بعد كده الكارثه. جارمنت اتحاد الشهور يا دكتور محمد؟ نعم جارمنت تبقاش جارمنت الجارمنت اتليست مينيمم 3 شهور الى 6 شهور وممكن تبقى اكتر من كده لو العيان ده عنده لايبرتي اللي هي بتروفيس كارب كمان. دي بعض الحالات اللي هي السكين جرافت. طيب اخر حاجه بقى عندنا اللي هو ريكونستراكشن اوف بيرن ديفورمتي. ما احنا بنتكلم عن العنوان بتاعنا ايه؟ السيرجري ان بيرن ديفيشن. السيرجري شرحناه يا اما سكاروتومي يا اما سكاريكتومي مش كده؟ اخر حاجه بقى عندنا ان احنا البوست بيرن ديفورمز اللي هي السكارز والكونتراكشن. احنا عندنا في قاعده عندنا عامه اسمها ايه؟ ريكونستراكتيف لادر. ايه الريكونستراكتيف لادر ده؟ الريكونستراكتيف لادر ده اللي هو عباره عن اخد السمبلست تكنيك تو سولف الريكونستراكتيف بروبلم. فاهمين؟ اخد السمبلست تكنيك ده اسمه الريكونستراكتيف لادر اللي هو ايه؟ اللي هو بنبدا من تحت الهيلينج باي سكندر انتنشن مش كده؟ الهيلينج باي سكندر هل ده مسموح لينا؟ لا ده مش مسموح لينا. دايركت كلوجر دايركت كلوجر اوكي عندي بس هيلينج وند عملت له اوقات وند عملت له دايركت كلوجر. بعد كده ايه؟ سكين جرافت. بعد كده اخد لوكال تيشو ترانسفير مفيش. اخد ديستال تيشو ترانسفير مفيش. اخد الفري تيشو ترانسفير ده الكلاسيك ريكونستراكتيف لادر. ضافوا عليه حاجتين ضافوا عليه تيشو اكستنشن وضافوا عليه الستيم سيل اند تيشو انجينير خلاص اللي هو تحت عنوان الريجينيريتيف ميديسن. ضافوه على الريكونستراكتيف لادر. الريكونستراكتيف لادر ده اتغير
بقى في حاجه دلوقتي حاجه اسمها ريكونستراكتيف اليفيت. ريكونستراكتيف اليفيت ليه؟ لان ريكونستراكتيف لادر ممكن جدا التكنيكس اللي انا موجوده اللي انا معاها ما تفيدنيش في الترتيب بتاعها. يعني بمعنى ان انا مفروض ان انا في الريكونستراكتيف لادر انا مقيد ان انا ما اطلعش السلمه الثانيه الا لما السلمه الاولانيه ما تنفعش. انا عندي ديفكت وفي سكين جرافت. سكين جرافت بس سكين جرافت ده فين؟ احطها في الفيس هيبقى شكلها وحش. كان في الريكونستراكتيف لادر هو ده اللي مسموح لي. فطلع ان انا لا ده انا في حاجات ثانيه ممكن جدا ان انا اعدي ثلاث سلالم واطلع لفوق. اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه الريكونستراكتيف اليفيتر. اللي هو الكومبلكس بروسيجر ار نو لونجر كونسيدرد از لاست ريزورت بروسيجر اونلي ذا كويست تو بروفايد اوبتيمال فورم اند فانكشن. It is currently accepted to jump several ranges of ladder due to knowledge that the same defect requires more complex solution. إذا دلوقتي أنا مسموح لي عن طريق الريكونستراكتيف لادر إن أنا في ديفكت معين إن أنا أبدأ بالفري فلاب. خلاص؟ إن أنا أبدأ بالفري فلاب. قبل كده ما كانش مسموح لينا بيها. طبعا الجول أوف ريكونستراكشن عبارة عن حاجتين. نمرة واحد to restore the function. نمرة اثنين to improve the aesthetic appearance. دول الجولز المين جولز بتاع اي reconstructive surgery. ويستحسن لو reconstructive surgery عرف يعمل يعوض او يعمل reconstruction بتيشو similar in color and texture to the same lost tissue. فاهمين؟ يستحسن لان ده يبقى انجاز للجراح ان هو allow to cover the defect with tissue similar in contour in texture and in color. ايه السيرجيكال اوبشن اللي قدام مننا عشان to correct the contracture and start revision؟ مجموعه رهيبه من العمليات. خلاص سكار ريفيجن. سكار ريفيجن ممكن اعمل اشيل السكار واقفله دايركت لينير سكار او اقفله على هيئه زجزاج. ماشي. كونتراكتد سكار. كونتراكتد لينير سكار لو انا عملت له شلته وقفلته انا عملت نيو ايه؟ نيو كونتراكتد سكار. امال ده حله ايه؟ حله ان انا لازم اغير الدايركشن بتاع السكار. الدايركشن بتاع السكار الفيرتيكال ده لازم اخليه بالعرض. اعمله ازاي؟ في زد بلاستي، في دبليو بلاستي، في في واي بلاستي، فور فلاب تكنيك، فايف فلاب تكنيك، مساحات كبيره اعمل شيفنج لكل الفايبرز تيشو او توك ستارز اند سكين جرافت، احط تيشو اكسبانشن وده ليه انديكيشن. اهم انديكيشن ليه هو الاسكان. ان السكان مفيش طريقه هتخليني اعوض بتيشو فيه هير الا التيشو اكسبانشن. تمام. استخدم ريجيمال فلاب، لوكال فلاب او ديستنت فلاب، استخدم بيرفوريتور فلاب، استخدم فري فلابس، استخدم تيشو انجينيرنج والروبوتك اند بروسيتك. الحاجات دي اللي هو الريجينريتيف ميديسن دلوقتي الجديد ده بقى بيتكلموا دلوقتي عليه. ان انت عندك واحد عن تروماتيك لوس للاير انا ممكن اخد ستيم سيل منه واحطها في ميديا اشكلها ان هي تعمل كوندروسايت واحطها على فريم كده شكل الاير يتعمل لي اير كامله واخدها ازرعها في العيان اللي هي البروسيسز والتيشو انجينيرنج دي عامله ثوره فيها. فاذا السيرجيكال اوبشن في البيرمنت بيشنت خد بقى عندك مجالات للصبر. ادي مثلا ده كونتراكتد اكزام. تمام. حليناها ازاي؟ حليناها ان احنا عملنا له فايف فلاب تكنيك. فايف فلاب تكنيك بالميزه اللي فيها ان هي بتديني لينس اكتر من مره ونص الاوريجينال. نمرة اثنين ان هي بتغير الدايركشن بتاع السكار. بدل ما هو ده فيرتيكال لاين كده
اي حاجه هتعملها فيه تشيله وتقفله ويرجع تاني زي ما كان. لازم هنا ادخل البلاتس بعضيها بحيث تضيع لي الانجل التاني. هاي مثلا ده كونتراكتد ستار اهو شايفين عن الانجل، تعمل له فايف فلاب تكنيك، راحت الزاويه راحت والشده راحت. هنا مثلا بوست بير لوس للاي لور اي ليد، ممكن ان انا عندي بقى الميزه احنا عندنا في البراكت تكنيك ان ممكن حاله زي دي اسمع فيها خمس اراء او ست اراء وكلهم صح، يعني كلهم صح، بس في حاجات بتبقى مور استيتيك. وانا انا شغال على المدرسه بتاعت الحاجه اسمها استيتيك ريكونستراكشن، يعني الاستيتيك ده علم لوحده والريكونستراكشن ده علم لوحده. حاليا دلوقتي كل الناس بتدور على الاستيتيك ريكونستراكشن، يعني ان انت تعوض العيان بشكل مقبول وشكل حلو. فدي حل ب 100 حل. من ضمنهم مثلا هنا عملنا ريليز، خدنا الميزولينير فوق قلبناه الناحيه الثانيه وقفلنا قفلنا دايركت. مثلا كونتراكتد ويب بين الفيرست والسكند، ماشي، ادي فايف سلاب تكنيك، شايفين الدايركشن بتاع السكار اتغير واصبح فيه نورمال ويب، وده ما يحصلوش اي ريكارنس، يعني لا يمكن يشد تاني. طالما غيرت الدايركشن بتاع السكار ما يحصلوش ريكونتراكشن. هذه كونتراكتد البو تعمل لها ريليز وتحط ايه سكندرا. هنا مثلا ده كيميكال بير، شايفين ده اسكار تيشو اللي فوق والابر واللور اي ليد لوست، عملنا سكندرا وعملنا ريكونستراكشن لللور والابر اي ليد، وادي العيانه اون اوبننج ذا اي وادي اون كلوزنج ذا اي، يعني موبايل ابر ولور اي ليد. ده مثلا كونتراكشن موجود في الاكزيلا، ادي تكنيكال اهو الفايف فلاب تكنيك اتعمل، شايفين؟ الديفورمتي كونتراكشن، هنا في حالات زي كده بنعمل ايه؟ ريليز للكونتراكشن شيفنج، لان المنطقه دي مساحه كبيره مش هينفع فيها حاجه، ونحط عليها السكيل ده زي ما حضرتك شايفين كده، منظر بيبقى كويس ونسيت. هنا مثلا ده الكتريك بير هيلد ايه؟ مايكروستوميا، قفل نص البق قفل، بتعمل لها ريليز. ده كونتراكتد بوست بير كونتراكشن موجود في النكل وعامل انجليشن لكل الهاف الفيس كله كونتراكتد، الليب ادهرنت بتعمل لها ريليز. هنا اهو ادي الكونتراكشن موجود والاي اوبن، هنا اتعمل لها. هنا زي الجميل هايبرتروفيك سكار اول اراوند ذا ماوس عند التشيل مع كونتراكتد نيك، كل ده اتعمل له شيفنج. ده من ضمن الاوبشنز اللي احنا شرحناها، ال 100 اوبشن اللي عندنا. خلاص؟ وادي ريليز للنيك وبريزيد بلاستي مع شيفنج مع درافت. تحصلي على نتيجه حلوه زي كده بالكلر ماتش ده ازاي؟ ان انت ما تسيبيش العيان من العيان ده يلبس جارمنت ست شهور. لو ما لبستش جارمنت ست شهور هتلاقي دي كلها بقى رجع فيها هايبرتروفيك سكار وهايبر بيجمنتد و عشان كده الفولو اب بعد العمليه بيبقى جميل. هنا ده بوست فير كونتراكتد نيك توتال، يعني تقريبا التشين عند الشيست، عمل له ريليس كامل شيفنج وريليس كامل واثنين زي بلاستي على الناحيتين عشان نحافظ على نورمال تيشو، وتحط سكين جراف زي ما انتم شايفين المنظر كده. فانكشنالي احنا قلنا الغرض من الريكونستراكشن هو نمره 1 الريستوريشن للفانكشن، نمره 2 الاستيتيك ابييرنس. كده فانكشنالي 100% الاستيتيك ابييرنس احسن كتير من الابييرنس. ادي كونتراكتد نيك اهي موجوده، وده لسه ايرلي بوست اوفر، اتعمل شيفنج اتعمل ريليز واتفرج الكتير. كل الحالات دي ادي ده الاوبشنز اللي احنا عندنا، اوبشنز كتير جدا تختار الموست سوتابل لكل عيانه. بمعنى العيانه دي اللي اتعمل لها ممكن عيانه ثانيه ما تعملهاش خالص، ده ممنوع نعملها اللي احنا عملناها. كل ده بناء على ايه؟ بناء على الكلينيكال ابييرنس او الباثولوجي اللي موجود في العيانه. ادي هايبرتروفيك سكار وهو اتعمل له شيرنج وريليز للكونتراكشن وهايبرتروفيك سكارز اللي على الاير. ادي مثلا كونتراكشن موجود عند التشن، عمل له زي بلاستي وريح الدنيا. كل دي امثله كبيره جدا لازاي ان احنا نساعد. مثلا الكلاين
موجود في الاي ريتشال بتعمل ادفانسمنت للسكن وزاويه الكلوجر اندر نو تنشن تضمن العيانه دي بعد سنتين من العمليه مفيش ريكرنس. لكن احنا نعملها ونقفل الجرح اندر تنشن اسبوعين هتلاقي ايه حصل لها ريكرنس. اوكي من ضمن الحاجات احنا قلناها الاوبشن نعملها اللي هو التيشو اكسبانشن. التيشو اكسبانشن ده حاجه جميله جدا لان الميزه اللي فيه ان هو بيديك ايه ايدنتيكال تيشو تيشو زي التيشو اللي جنبه. في اماكن طبعا صعبه زي مثلا فور هيد ده من الاماكن اللي صعبه جدا ان انت تعمل فيها اكسبانشن لكن كنتيجه يديك نتيجه رائعه. شايفين الاردان بوست الكتريك فير هنا في الفور هيد اتعمل له اكسبانشن شلنا كله اتعمل ايه ليها المنظرة. تمام طبعا احسن حاجه في التيشو اكسبانشن هو السكان لان مفيش تيشو هيديني هير مفيش فده بيتعمل اهو ممكن تستخدميه في النك مثلا كونتراكشر موجود اهو تشيلي تاخد التيشو ده تعمل له ادفانس من فوق كده. احنا خلصنا السيرجري والنقطه دي ربنا يكرمك.